مساء الخير واهلا بيكم حلقه جديده وهنا العاصمه. ضيفنا النهارده هو الصحفي محمد فهمي، الصحفي المخلى سبيله، والذي يحاكم الان في قضيه ما يسمى بخليه الماريوت. النهارده محمد فهمي عقد مؤتمر صحفي مهم، كان بجواره اثنين من المحامين، المحاميه الكنديه التي سترفع قضيه في كندا سيقاضي بها محمد فهمي قناه الجزيره لما أطلقه علي باتهامات بأنها الإهمال الذي أدى إلى وصول إلى حبسه وإلى الحكم عليه بسبع سنوات من السجن. أيضا كان بجواره المحامي محمد حمودة، محامي أيضا في هنا في الداخل. محمد فهمي هيحكي لنا كل القصة، ما هو قصة الجزيرة. النهاردة محمد هاجم الجزيرة بشدة وقال أنها يعني لم تتمتع بالمهنية، وأنها استغلت الصحفيين، وأنها استغلت مواطنين عاديين واعتبرتهم صحفيين واستخدمتهم كصحفيين، وقال إنها كانت ذراع جماعة الإخوان وذراع مرسي، وأنها كانت تستخدم كل أجهزة الجزيرة، كل يعني الكاميرات، كل أجهزة المونتاج، كل هذه الأجهزة كانت تستخدم لصالح جماعة الإخوان المسلمين ولصالح مرسي. حيانه كان مؤتمر صحفي مهم جدا يفصح فيه محمد فهمي عن تفاصيل علاقته بالجزيرة، عن تفاصيل ما يحدث داخل قناة الجزيرة، ويعلن أنه سيقاضي المحطة بتعويض قيمته 100 مليون دولار، وذلك لتعويضه لما يعني الضرر الذي أصابه، وليس فقط الضرر أنه هو محبوس، ولكن أيضا الضرر المعنوي. محمد اضطر للتخلي عن جنسيته المصرية. هنعرف كل هذه القصة، قصة محمد فهمي، هل هو مظلوم بالفعل؟ ما هي قصته، هذا الصحفي اللي بيدافع عن مهنته للحظة الأخيرة وبيدافع عن مصريته للحظة الأخيرة حتى ولو اضطر أن يتنازل عن جنسيته؟ هنسمع كل قصة محمد فهمي بعد قليل، لكن عندنا أخبار مهمة نبدأها باستقالة السيد وزير العدل المستشار محفوظ صابر بعد حالة من الجدل الشديد والغضب العارم التي يعني هذه الحالة التي اجتاحت الشارع المصري بعد تصريحاته الغريبة في برنامج الزملاء في البيت بيتك، اللي قال فيها انه ابناء القضاء لا يمكن، ابناء الزبالين لا يمكن ان يكونوا قضاء. نسمع الساوند بايت او نسمع التصريح الذي اقال المستشار محفوظ صابر. عمل القاضي المفروض برضو يكون من وسط مناسب لهذا العمل، مع احترامنا لعامل النظافة ولمن هو أقل منه أو أكثر منه. فضروري يبقى الوسط البيئي الذي بينشأ فيه القاضي ضروري يكون مناسب، ما قلتلكش فوق ولا وما يبقاش برضو تحت قوي، فهيبقى ضروري يبقى فيه وسط مناسب. وكتر خير عامل النظافة اللي ربى ابنه وخلاه يحصل على شهادة، كتر خيره كتر خيره، لكن لما لو ده عمل بالقضاء هتبص تلاقيه حصل له حاجات كتيرة، اكتئاب نفسي وي 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 وي. يعني مش هيستمر. وبعدين برضو القاضي له يعني مع احترام لكل عامة الشعب، القاضي له شموخ وواضع، فضروري يبقى مستند لوسط، بقولك وسط محترم محترم ماديا ومعنويا والكلام ده. القصة تقول أن المستشار يعني محفوظ صابر لم يتقدم باستقالته طوعية، ولكن كان في اتصال بين الرئيس السيسي والرئيس الوزراء المهندس إبراهيم محلب، طلب منه أن يتقدم السيد المستشار وزير العدل باستقالته، لأن هذا التصريح سواء كان زلة لسان سواء كان قناعته الشخصية لا يمكن أن يستقيم مع دولة تحترم الدستور، تحترم القانون، مع وزير المفروض ان هو يمثل وزارة العدل، يمثل قوام العدل في قوامه، ثم يفصح عن هذه القناعات. والحقيقة انه دي القصة. فبالتالي اتصل السيد رئيس الوزراء بالمستشار وزير العدل وطلب منه أن يتقدم باستقالته، وبالفعل تقدم باستقالته وقبلها المهندس محلب. مهندس محلب قال في بيان النهاردة أنه وزير العدل تقدم باستقالته احتراما للرأي العام، مشيرا إلى أنه أبدى احترامه وتقديره لكل شرائح المجتمع
ولكل المهنيين والعاملين الكادحين، وأنه نفسه ابن رجل بسيط من أبناء هذا الوطن لم يكمل تعليمه ولكنه أصر على تعليم أبنائه حتى صار أحدهم وزيرا، وهذا شرف له. وأن التصريحات التي خرجت منه لا تعدو أنها كونها دلة لسان، ولكنه احتراما للرأي العام قرر التقدم باستقالته اليوم لرئيس الوزراء. وسواء كان استقالة وزير العدل هي إقالة كما معلوماتنا بتؤكد أن الرئيس هو الذي أصر على إقالته، أو كانت استقالة طوعا تقدم بها المستشار وزير العدل محفوظ صابر يعني بعدما استشعر هذا موجة الغضب، فالحقيقة أن احنا لازم نقف قدام نقطتين. واحد، أنها سنة حسنة أنه أخيرا محدش يقول كلام خارج عن السياق، خارج عن الدستور، خارج عن القانون ولا يحاسب عليه. فدي أول شيء، أنها سنة حسنة. اتنين، أنها الحقيقة ما كانتش مجرد زلة لسان عادية، عشان يعني مش أي حد زلة لسان هيقدم استقالته أو يقيله الرئيس. دي كانت زلة لسان لها علاقة بالسلام بالحالة في المجتمع، بالسلام والعدل وفكرة المساواة داخل المجتمع. هنا زلة اللسان بتكون قاتلة، وفي الدول العظمى كلها أي زلة لسان من هذا القبيل بيطاح بها الرؤوس. وبالتالي حين يطاح بالسيد وزير العدل لهذه الذلة من اللسان، فبصراحة برضو نعتقد أنها سنة حسنة. أما القصة الأكبر، فالحقيقة أن أنا كنت أتمنى من السيد وزير العدل السابق أنه يهتم أكتر بالكفاءة، يهتم أكتر بمعيار القدرة، بمعيار التدريب، بمعيار القاضي اللي قاعد على المنصة، بمعيار حساب القضاء مين اللي بيخطئ ومين اللي ما بيخطئش، بمعيار نشوف مرفق العدالة اللي عايزين نفتحه ده ونشوف ماذا يحدث داخل مرفق العدالة. كنت أتمنى أن يكون هذا هو الحديث، وليس الحديث عن ابن مين ومش ابن مين. نسينا بقى، ومش وقته ان احنا نبتدي نقلب امور لا داعي لها ونقلب مشاكل لا داعي لها في مجتمع يتمنى ان يصالح نفسه ولا يتمنى ان يخاصم بعضه بعضا. الدكتور معتز عبد الفتاح، استاذ العلوم السياسيه بجامعه القاهره، مساء الخير يا دكتور. مساء الخير استاذ لمين. يعني كيف تعلق على هذه الاستقاله سواء كانت اقاله ام استقاله؟ اول حاجه في ملفات كثيره كلام انا مش سامعه يا جماعه، لو نعلي الصوت لو سمحت. اتفضل. في ملفات كتيره مفتاحها كلام السيد الوزير امبارح، واعتقد انه الاستجابه النهارده سواء بالاقاله او بالاستقاله منطقيه. وللامانه انا واحد من الناس اللي تواصلوا مع مؤسسه الرئاسه فيما يتعلق بهذا الامر، لما لمسته من انه الرجل اهان. انا مش عايز اقول ان هو متعمد، لانه يعني هستبعد ده تماما. عدد كبير قوي من الناس، يعني انا يوم النهارده كان مليان ان انا قابلت ناس كتيره، وناس كتير قوي بالذات من يعني نقول اهلنا واخواتنا اللي ممكن يكونوا مش بالضروره من اهالي جميع القبائل، بس عمال وفلاحين والى اخره، واستشعروا كما لو انه في رساله بتاتي من الدوله لهم بانه انتم ليكم حدود، ليكم سقف ما تقدروش تتخطوه. ودي رساله في منتهى الخطوره، يعني مش بس هي رساله خاطئه، هي كمان رساله خطره جدا، لانه ده بينسف فكره دوله المؤسسات، بينسف فكره الكفاءه زي ما حضرتك اشرتي، الحقيقه بينسف التعليم، دور التعليم كاداه للترقي الاجتماعي بالزبط. او للحراك الاجتماعي والاقتصادي. يعني احنا ما عندناش كاست سيستم زي اللي موجود في الهند مثلا، ابن الفقير لازم يفضل فقير، وابن العامل يفضل عامل، وابن الفلاح يفضل فلاح. كل مكتسبات ثوره 52 لو حبينا ان احنا نحطها في جمله، هي انها خسرت الطبقيه المقيته. انا بتكلم عن نفسي، وبتكلم عن عشرات الاصحاب والاصدقاء اللي دخلنا تعليم عادي، تعليم حكومي، دخلنا مدرسه احمد ماهر في المانيال ومدرسه الابراهيميه في القصر العيني، وكان معانا ناس بسطاء جدا جدا جدا، والنهارده هم اساتذه الجامعه وسفراء يعني عايز اقول كلام معالي الوزير العدل السابق كلام لم يكن موفق بالتاكيد. واستجابه مؤسسه الرئاسه انا في تقديري ان هو استجابه محموده جدا، لانها بتقول لنا ببساطه انه يا اخوانا سواء قصد الرجل او لم يقصد، لكن هذه الدوله فيها فرصه لكل من هو كفء. لكن برضه علشان نقول جمله مهمه قوي، انه جزء من الكفاءه هو توازن الشخصيه. يعني ارجو برضه ان احنا ما نوصلش المساله للناحيه الثانيه انه المساله سيد احمد، لا، انا عايز انسان متوازن في شخصيته. يعني يكون ابن ما يكون، يا ابن حداد، ابن فراش، ابن عامل، ابن بس يكون بيقرا. انا عايز هنا يعني اللي جاي من خلفيه اجتماعيه بسيطه يعرف ان عليه مجهود لازم يقوم بيه، لازم يجتهد اكتر، لازم يتعلم اكتر، لازم يقرا اكتر،
لو الانجليزي بتاعه ضعيف يروح يحسنه، لو الفرنساوي بتاعه ضعيف يروح يتعلم، لانه هو عليه عبء مضاعف ولازم يكون عارف العبء ده. طه حسين كان عليه العبء ده، العقاد كان عليه العبء ده، جمال عبد الناصر كان عليه العبء، فتحي السيسي كان عليه العبء ده، انك تشتغل اسرع شويه من طبقه عليا. مش معناها ابدا انك تتكاسل او انك تفقد الامل، ولكن معناها ان عليك مجهود اكبر ولازم تعمله، لان كل اللي نجحوا بذلوا المجهود. ده يعيدني الى فكره توريث الوظائف، وكان هناك حكم قضائي منذ اسابيع قليله يعتبر ان توريث الوظائف ده يعني قريبا من ايام، توريث الوظائف جريمه. فكرة انه لابد ان يعني انه خلاص يفضل حتى لو بليد، حتى لو جايب 50%، حتى لو كذا، فالتوريث الوظائف يفضل هو هذا هو السلك وهذا هو المنوال الذي يجب ان نعيش عليه. دي انا يعني هضم صوتي لصوت الحكم القضائي اللي من مجلس الدولة في هذا المقام، والحقيقة بنقل الكرة مباشرة الى ملعب السيد رئيس الجمهورية. لانه فعلا في مأزق كبير بتواجه الدولة المصرية بقى لها يعني عقود. والحقيقه هي دوله المماليك اللي بتحكمنا، اللي هو احنا مماليك بمعنى ان احنا ابن الدكتور لازم يطلع دكتور، وابن الطبيب يطلع يعني وابن اسف المحامي بيطلع محامي، وابن القاضي بيطلع. يا اخوانا اللي احنا بنعمله في نفسنا ده ان احنا بنهدر قيمه مهمه جدا وهي قيمه الكفاءه. كفاءه. احنا بقينا دلوقتي عاملين زي انه بنورث نفسنا، وكان ممكن ده يكون منطقي في فكره الفاميلي بيزنس، يعني ما حد عنده محل عصير خاص بيورثه لابنه. اللي عنده شركه في فاميلي بيزنس، يعني دي الاسره بتديرها. انما الوظائف الحكوميه يعني ابص في ماسبيرو الاقي مين ابن مين ابن مين، ابص في القضاء الاقي مين ابن مين، ابص على في قطاعات ثانيه في الدوله الاقي مين. لا يعني انا عايز اتاكد بقى هنا انه في، عارف حضرتك يا استاذ لميس بره بيعملوا ايه؟ ممكن ده لو احنا عايزين نحطه معيار، اعمل امتحان معلن وشفاف، وحط 5 من 10 لابناء العاملين في الجهه دهية. يعني ايه؟ يعني 5%، اسف لا مش من 10 طبعا، 5%. يعني مثلا تقول لي انا هعمل لك امتحان من 100 درجه. في جزء شفوي وفي جزء مكتوب وفي جزء ثقافه عامه وفي جزء مظهر وفي جزء توازن وفي جزء لباقه وفي جزء 5 من 100 لانك انت ابن واحد من العاملين في المؤسسه دي. طبعا انا بقوله ده انا مش عايزه اصلا. بس لو احنا عايزين نحطه في اطار قانوني منضبط يبقى هو ده المعيار بتاعي. زي فكره الوسط، انا مش عايز وسط، انا عايز ريكومنديشن ليست. عارف عليك الكفاءه يكون معيارنا الكفاءه، وعشان كده احنا عندنا مؤسسات منهاره لانها لا تقوم على الكفاءه. بشكرك شكرا جزيلا دكتور معتز عبد الفتاح استاذ العلوم السياسيه بجامعه القاهره، معي ايضا استاذ حافظ ابو سعد عضو مجلس قومي لحقوق الانسان. يعني هل هي مجرد داله لسان يا استاذ حافظ، ولا لانها تاتي من وزير عدل كان يجب ان يقوم على فكره العدل والمساواه؟ لا طبعا انا بصراحه مش شايف انها ذلك لسان. اعتقد انه احنا عندنا واقعه 120 طالب اعلن ان هم انضموا الى النيابه العامه، ثم فجاه ظهرت قواعد اخرى انه الوالدين واتمام القراءه والكتابه وكذا والتصنيف والتمييز على اساس اجتماعي. ففي الحقيقه يعني كانت صادمه للراي العام المصري، لانها اكدت على وجود تمييز اجتماعي منهي عنه بنص الدستور، ماده 53 في الدستور المصري. من ضمن المسائل اللي عدتها ما اكتفتش بس بالنص الوارد في الاتفاقيه الدوليه للعهد الدولي الحر المدني والسياسي، وانما اضافت اليها مجموعه اخرى من التمييز، منها التمييز على اساس اجتماعي. وبالعكس الماده كمان اضافت انه كمان مجرم هذا التمييز، ثم اعطت للمشرع ضروره انه يضع عقوبه لهذا. اذا الوزير في الحقيقه يعني فتح موضوع بهذا التصريح مؤلم للمجتمع المصري وللشعب المصري. زي ما حضرتك قلتي توريث الوظائف كان يعني كان احد المسائل التي قبل الثوره كانت من المسائل الواضحه جدا، سواء رئيس الجمهوريه او غير ذلك في بقيه الوظائف العامه، ومتناقضه تماما مع قواعد المساواه وتكافؤ الفرص العدل. فأنا أعتقد أنه من وزير العدل أن يصدر هذا التصريح كان صادما للمجتمع المصري، وبالتالي كان رد الفعل بهذا الحجم لأنه كان غريب. وكمان حتى محاولة التصريح قال إيه؟ قال أصل دي وظائف حساسة. السؤال هل وظيفة القاضي حساسة أكثر من وظيفة رئيس الجمهورية؟ فرئيس الجمهورية ما فيش شروط لرئيس الجمهورية اجتماعية أنه يكون من طبقة معينة أو يكون الوالدين بيشتغلوا وظائف معينه او درجه تعليم معينه. فانا اعتقد انه في الحقيقه يعني اقاله الوزير او استقالته اليوم كانت يعني ضروريه ومهمه لطمانه المجتمع المصري بانه هذا النوع من الافكار التمييزيه
التي جرمها وحرمها الدستور المصري فعلا غير مقبولة وغير يعني مقبولة أن تأتي من وزير. بشكرك شكرا جزيلا استاذ حافظ ابو سعد عضو مجلس قومي لحقوق الانسان. هنا التحرك السريع، هنا فكره اقاله الوزير او اجباره على تقديم استقالته بسرعه. الاشارات لا يمكن ان تتاخر، اي اشاره كان يمكن ان تتاخر في هذا الامر كانت ستؤدي الى مشكله عظمى في يعني القضيه هنا تمس السلام الاجتماعي والسلام بين المواطنين. ما ينفعش احنا اوريدي ما عندناش عداله انتقاليه، اوريدي عندنا مشاكل فظيعه يعني متخلفه ما بين من ثورات ومن عصور ومن انظمه يعني تم الاطاحه بها. ما كانش يمكن السماح بهذا التصريح ان يمر بهذه الطريقه، وبالتالي هنا فكرة التحرك السريع إقالة الوزير بهذه السرعة، إقالته استقالته. هو في آخر تصريح لي في الوطن بيقول أنا متمسك ب يعني تصريحي متمسك وهذه قناعتي، ولكن أنا جيت من أجل مصر وأستقيل يعني من أجل مصر. وهو جاء عين في 17 يونيو في التعديل الوزاري 17 يونيو 2014، يعني بقاله تقريبا 11 شهر. أيا كان يعني نجاحات الوزير أو عدم نجاحاته في المجتمعات المحترمة، لا يمكن قبول دلات لسان أو قناعات أو كلمات تكشف عن قناعات بهذا الحجم من الخلل، في يؤدي إلى خلل في السلم الاجتماعي، يعارض الدستور، يعارض القانون، يعارض إحساس الناس بالمساواة. القرار كان يعني جيد وسريع وكان لابد من اتخاذه بسرعة. ده مش معناها أن أي زلة لسان لأي وزير يعني يستقل ويقدم استقالته، لكن هنا ده كان وزير عدل ينافي فكرة العدل. النهاردة لجنة حصر أموال الإخوان رفضت تظلم محمد أبو تريكة كابتن فريق النادي الأهلي ومنتخب مصر السابق، ورفضته شكلا وموضوعا، وبالتالي يستمر التحفظ على أمواله وحساباته وممتلكاته، وقد يمتد التحفظ إلى كل منقولاته العقارية. القرار رفض يعني قرار اللجنة برفض التظلم شكلا وموضوعا. والحقيقة أنه هو كان فيه 4 تظلمات تقدم بها كابتن أبو تريكة، تقدم في التظلم. طيب معي على الهاتف معالي المستشار عزت خميس رئيس لجنة حصر وإدارة أموال الإخوان. سيادة المستشار مساء الخير يا فندم. مساء الخير يا استاذ لميس، ازاي؟ اهلا بيك يا سياده المستشار. لو تقول لنا يعني ما يعني قرار اللجنه، لماذا اتخذت اللجنه هذا القرار برفض تظلمات محمد ابو تريكه؟ حضرتك التظلمات قدمت من السيد محمد ابو تريكه وشريكه الاخر في الشركه، وتقدم ايضا محمد ابو تريكه بتظلم بصفته مديرا او رئيسا مجلس اداره الشركه، وتقدم ايضا مدير الشركه بتظلم برضو عن بذات الاسباب من طلب رفع التحفظ عن الشركه وعن اشخاصه. الحقيقه الاسباب التي استند اليها في هذه التظلمات اللجنه قامت ببحثها على اكمل وجه، وتبين عدم صحة هذه الأسباب وعدم استنادها إلى أسباب قانونية. لم يتقدم المتظلمون بأي أدلة تدل على ما ورد بأسباب التظلم، ولذلك كان رأي اللجنة رفض هذه التظلمات. هل معنى ذلك أن لديك، خليني أسأل السؤال بعد إذنك سيادة معالي المستشار بالشكل المختلف، هل معنى ذلك أن ما زالت لديكم أدلة أن هذه الشركة وأن محمد أبو تريكة ضالع في تمويل عمليات إرهابية من خلال هذه الشركة؟ معالي المستشار حضرتك، أنا اللجنة لم تقل أن محمد أبو تريكة ضالع في تمويل الإرهاب بنفسه، وإنما اللجنة لديها من الدلائل الكافية على أن هناك أموال من هذه الشركة تتسرب إلى تمويل الأعمال الإرهابية والأعمال العدائية ضد الدولة، وأن الذي يقوم بهذه تسريب هذه الأموال والقيام بهذه الأعمال هو مدير الشركة، وبالتالي فإن مالك الشركة يعتبر مسؤولا مسؤولية تضامنية مع مدير الشركة، لأنه أحد أمرين،
يا إما أن يكون مالك الشركة ورئيس مجلس إدارتها يعلم بما يقوم به مدير الشركة وبالتالي فهو متضامن وشريك معه، وإما إذا كان لا يعلم فهو في هذه الحالة يعتبر مسؤولا عن سوء اختيار تابعي، وبالتالي فتتحقق مسؤولية مالك الشركة ورئيس مجلس إدارتها في جميع الأحوال عن هذه الأفعال. طب معالي المستشار، هنا التحفظ بيكون بس على يكون بس ربما على الشركة وأموالها فقط، ولا بيكون على كل أموال محمد أبو تريكة وحساباته ومنقولاته العقارية وغيره؟ حضرتك القرار التحفظ الذي صدر كان بالتحفظ على الشركة وعلى أصول الشركة وحسابات الشركة وأيضا على أموال وممتلكات جميع ملاك الشركة سواء كانت أموالا عقارية أو سائلة أو منقول. معالي المستشار، ما هو الطريق القانوني إذن لمحمد أبو تريكة في المرحلة القادمة؟ يجوز للسيد محمد أبو تريكة أن يتقدم بتظلم آخر ثاني وثالث لبحث هذه لبحث أسباب تظلمه، أو له الحق في اللجوء إلى القضاء. له أن يقيم دعوة أمام القضاء بطلب أو التظلم من رفض التظلم الذي قدمه إلى القضاء الإداري. حق التقاضي مكفول للجميع. معالي المستشار، هل تم تكليفكم بإدارة وزارة العدل في عقاب استقالة المستشار محفوظ؟ حتى الآن يا أستاذة لميسة ما فيش أي حاجة على المستوى الرسمي. وغير الرسمي يا معالي المستشار؟ لا، يعني لم يصدر قرار رسمي، لم يتم الاتصال بي رسميا وتكليفي بمثل هذه المهام. لا، لم يتم الاتصال بيك ولا تم الاتصال بيك؟ لا، لم يتم الاتصال بي حتى الآن. بشكرك شكرا جزيلا سيادة المستشار عزت خميس، رئيس لجنة إدارة أصول وأصول الإخوان وأموال الإخوان. إذن تم رفض تظلم وتظلمات محمد أبو تريكة وعدد من مديري الشركة وملاك الشركة، وبهذا يستمر التحفظ على أموال محمد أبو تريكة سواء المنقولة أو العقارية أو حساباته البنكية، وأمامه طريق القضاء، وقد يمكن أيضا أن يتقدم بتظلم ثاني وثالث. برضو هنحاول الاتصال بمحامي علشان يرد علينا ويقول لنا موقف محمد أبو تريكة من هذا الأمر. قبل ما نخرج فاصل، الرئيس النهاردة منح حاكم الشارقة قلادة الجمهورية في استقبال له في قصر الاتحادية، طبعا لجهوده الكبيرة في دعم الثقافة المصرية، ويعني الحقيقة أنها يعني جهود الشيخ القاسمي كلمنا عليها بالأمس وكل المصريين يعرفوها. بالأمس افتتحت دار الوثائق، وفي عدد من الدور الثقافية سيفتتحها الشيخ سلطان القاسمي خلال هذه الأيام. أيضا يعني دوره في لي يعني مساندة العروبة ومساندة مصر، يعني الرئيس السيسي بيحييه عليه، ودي بعض الصور لتقليد الرئيس السيسي للشيخ سلطان القاسمي لقلادة الجمهورية. نخرج فاصل، وبعد الفاصل نعيم فكري. مين نعيم فكري؟ هو مش وزير، هو مش حد مهم قوي، هو مش شخص مشهور، هو مجرد شخص ساعد الشرطة في القبض على الإرهابيين. نشوف نعيم عمل إيه، وبعد ذلك نستقبل محمد فهمي. نعيم فكري مواطن مصري عادي جدا، لا مشهور ولا وزير ولا بيطلع في التلفزيون ولا اي حاجه خالص. مواطن مصري سواق تاكسي وعنده ولد وبنت. عنده قصه شهيره جدا، او قصه خلته مشهور. القصه دي انه في لحظه ما قرر ان هو يقف جنب البلد ويرشد عن ارهابيين شافهم بيقوموا بعمليه ارهابيه. والحقيقة أن النهاردة وإحنا بنستقبل نعيم فكري عشان نشكره على المجهود اللي هو عمله وعلى الجرأة اللي هو يعني وعلى جرأته وعلى تصديه لهذا الموقف، بنركز عليه لأنه يجب أن يكون نموذج لكلنا، نموذج لينا جميعا، ألا نخشى
وان احنا ما نخافش وان احنا نخاف على البلد، ولما نشوف حد بيهد نبلغ عليه، ولما نشوف حد مجرم نمسكه ونسلمه للشرطة. هو ده السلوك الذي يجب أن يكون لدى كل مواطن مصري. فكرة المواطنة، فكرة حب البلد، دي مش قصة كده نقولها بشوية أغاني، ولكن يجب أن تكون فعلا وليس مجرد قولا. نعيم مساء الخير. مساء النور يا فندم. احكي لي الأول أنت مين بقى، قول لي أنت إيه؟ أنت سواق تاكسي؟ أنا سواق تاكسي بقالي دلوقتي 35 سنة. 35 سنة. آه. تشتغل فين بقى؟ تشتغل فين يا نعيم؟ أنا بشتغل في أي حتة. بس أنا واقف حاليا دلوقتي في فندق ماريوت على النيل. فجيت وانا مروح الساعة كم كده؟ الساعة 4:30 و5 يعني 5 لـ 6 تقريبا كده. مروح وجاي اجرس، لقيت امين الشرطة شاف واحد رمى كيسين سود ندهله. وهو بيندهله الواد جري. فين بقى؟ في منطقة ايه بالظبط يا نعيم؟ جنب بيت المستشار. اللي هو فين؟ في وادي حوف. فين منطقة وادي حوف دي؟ في حلوان. وهذا بقى حضرتك. فلقيت الأمين اسمه محمد واقف في الحراسة يعني. فبقول له فيه ايه؟ قال لي الواد ده رمى قنبلة. قلت له ايه؟ قنبلة؟ أنا طرت بالعربية. فضلت أمشي وراه اختفى. أنت شايفه بقى؟ شفته. ما قدامي بيجري. ما أنا شايفه بيجري. فبقول له في ايه؟ قال لي ده رمى قنبله. قنبله؟ طب اركب العربيه. ركبته معاه العربيه ونزلت على اول شارع الكابلات. ركبت الامين معاك؟ نزلت على اول شارع الكابلات عشان ادور عليه، وانا ادور عليه من هنا اختفى. قلت له خش انت الجنينه وانا اخش من ورا من هنا واشوفه، بس اهم حاجه لما اجي امسكه تكون انت واقف الحته دي. قال لي ماشي، انت مسكته انا مسكته، المهم تقف الحته دي. قال لي اوكي. مشيت قعدت الف بتاع 10 دقايق فين وفين، لقيته قبل المحطه بتاعت وادي حوف. وانت عرفته منين؟ من طوله وشكله ولبسه. ما فيش حد في المشي في المنطقه غير هو. لابس قميص ازرق وبنطلون ازرق وطويل وجرم. جرم يعني انت جرم. خدت بالك منه من وانا ماشي شافه بيجري. فسمعت الامين لما شافه قال له اقف اقف، ما رضيش يقف جري. انا لمحته في ظهره هذا بحضرتك. فضلت ماشي وراه وراه، المهم لقيته ماشي بقى مش قادر ياخد نفسه. مش قادر ياخد نفسه. قال لي تاكس. هو طبعا ما يعرفش انا بجري وراه. قلت له تعالى. راح فين؟ قال لي راح على الكورنيش. قلت له اتفضل. وهو بيركب لقيت واحد تاني ركب معاه. فقال له هنمشي ازاي، كورنيش ولا استراد؟ قال له كورنيش. قلت له ماشي هوديكوا كورنيش. رحت واخده سريع. قال لي انت رايح فين؟ قلت له اخش لك من كورنيش. قال لي الف منين؟ قلت له اخش كده على كورنيش. انا عايز اوصل عند مين؟ عند الامين. الامين هذا بقى حضرتك. الواد ما نطقش، ماشي انا بقى سريع لما حد ما دخلت على الامين. فبقول له يا باشا في حاجه بتدور عليها؟ انت عايز تلفت نبهه انتباهه بقى، ركز معايا يا باشا. أيوة. ركز معايا. بقول له في حاجه يا باشا، انت مستني حد؟ الامين طلع غلبان يعني. طيب الامين يودينا في داهيه. فقال لي انت ما لقيتوش؟ ياه. فغمست له. اخد بال حضرتك؟ عمال اعمل له كده غمست له. قلت له يعني هم معايا هم. اول ما غمست له راح ايه مسك في الواد. يعني انا حاسه ان دول فعلا ارهابيين كمان غلابه اللي كله كان حاضر. فمسك الواد. اهو انا ما عملتش حاجه، انا ما عملتش حاجه. والواد بقى ايه اتنطط في العربيه. الواد التاني سمع كده جري، راح فتح الباب اللي ورايا وجري. انا اتجننت بقى على الواد ده بقى. ما كان معايا يا معلم. لو واحد تاني معاه بقى من الامنه هذا بقى كان مسكه. كان مسكه. انا خفت من الواد اللي ورا دوت في هدف واحد، كان معاه شنطه هاند باك. قلت بقى يكون فيها مسدس يرمي قنبله عليا. المهم قلت اسيبه يعني، اهم حاجه الراس ده اللي احنا عاوزينه. مسكنا واحد اللي هو ده اللي عمل النصيبه دي. اللي هو حط الكنابل دي، هو ده الاساس يعني. لحد انا قلت له بدل ده مسكنا هو ده هيجيب ده بالظبط. المهم خدناه وديناه عند البيت
عند الحته الخدمه اللي هو فيها ومعاه واحد امين تاني مسكوه ضرب ضرب. يا ابني انت حطيت ايه؟ يا ابني حطيت ايه هنا قول لي؟ قال له المصحف والقران ما انا ومش عارف. قعد يحلف 30 يمين اللي هو ايه؟ ما حطش حاجه. يا ابني واحنا بنكلمه اول قنبله نزلت تحت العربيه قنبله خفيفه شويه بوظت ثلاث عربيات. انتوا سمعتوها حسيتوا بيها واحنا واقفين معاه؟ واقفين ثلاث عربيات. الثانيه بقى بعد عنك انا الجنان مسكني لما شفت الثانيه بقى مصامير وقنبله قنبله. هذا بقى حضرتك انا استغربت تقول لي يا ابن الكلب لو انا ماشي واهلك ماشيين يموتوا كده عادي بالنسبه لهم هم. احنا بقى كنا فضينا المكان كله فضينا المكان كله عشان ايه؟ ما فيش حد يتعور ولا بتاع. في ناس كانت واقفه فوق في البلكونه عيال والحريم بقى سمعوا القنابل بقى. ما القنبله بقى سمعت. هذا بقى حضرتك اللي واقف بقى اتعور حاجات بسيطه يعني كده يعني مسامير بس مسامير صلب. ما دي بتموت دي بتموت. طبعا طبعا. فبقول له يا ابن الكلب ده ينفع؟ قال لك والمصحف مانا والقران مانا. يا ابني ده احنا شايفينك. احنا شايفينك تحلف 30 يمين ليه بس؟ حرام. ده حتى ربنا يوديك النار وانتوا هتروحوا النار اساسا. ده مبدئيا ده هم في النار يعني حتى مبدئيا يعني تعلم بيكم ربنا. ليه بتعمل كده؟ ليه؟ قال لك ايه؟ ما نطقش ورحنا ضابطينه من ايديه ورجليه وطلبنا المباحث بتوع اسم معصره. الصراحه جم وعملوا الواجب وربطوه. هذا بحضرتك وخدوه. لا ما سبناه في العربيه قلت له انا عاوز الواد ده بالذات التاني عاوز الف عليه انا بنفسي. انك حاسس انه كان في ايدك. بس اخد اتنين امنا معايا وندور عليه ونجيبه. قال لي طب يلا روح معاهم. خدت اتنين امنا وقعدت الف بقى الشوارع والمعصره والكورنيش وكله كله عشان اجيب امه ما عرفتش. ليه عملت كده؟ قول لي بقى ليه عملت كده؟ يعني ايه الاحساس اللي جالك ان انت لما شفت ده قلت لا ده انا هجري يلا اركب معايا وهنروح. انت عارفه لو حرامي مش هجري وراه. لكن كلمه سمعت كلمه القنبله دي بعد عنك الجنان مسكني. ليه؟ دمار دمار يعني بيت المستشار وانا جنبه وجنبه لازم واي حد معدي النهارده واي حد معدي بنتين وبعدين عربيات راحه وجايه وراحه وجايه يعني انا اجي ممكن ارجع يعني في الساعه دي ممكن انا اخش اتفجر فيها وانا ما اعرفش في ايه. فدي بقى اللي جننتني الصراحه يعني. حد كلمك شكرك قالوا لك الصراحه كيف. الاسم المأمور بتاع المعصره والمباحث وكل النيابه الاثنين زي العسل الصراحه وقفوا معايا وكل احترام وكل ادب. والراجل رحب بيا المأمور بتاع الاسم والمعاون يعني مش عارف اقول لحضرتك يعني وقفوا معايا واقفه بكل احترام بكل ادب. يعني يعني انا كده بقيت يعني حاجه كويسه يعني بالنسبه لي. لا انت حاجه يعني كويسه اساسا لوحدك لكن الله يخليك ان انت قمت بهذا العمل وصممت ان انت تروح تقبض عليه وتجيبه لحد الامين ويقول له لقيته. وقعدت الف على الثاني نص ساعه او ساعه الا ربع. لو اتكرر المشهد ده تاني يا نعيم تعمل نفس الموقف ده؟ اه طبعا. وما تخافش. واي سواق في اليومين دول بالذات احنا في ظروف صعب. انا بقى حضرتك السواقين دلوقتي بتشتكي عشان ما فيش سياحه. صح عايزين السياحه ترجع. طبعا انا معايا ناس سعوديين ومعايا ناس من الكويت ومن الامارات بيقولوا لي يا نعيم هننزل نعمل ايه؟ صح. احنا جايين نموت ولا جايين نتفسح؟ لا ان شاء الله ما فيش اي حاجه. قلت له يا عم ما تخافش مصر كلها رجاله ولو لا اي ارهاب هيدوسوا. حقيقي. نفسك في ايه يا نعيم؟ والله انا نفسي السواقين كلها تمن اي حد يقابله يشوطه من الارهاب. يشوطه يعني ما يخافش منه. هم اول حاجه جبنه. اه طبعا جبنه جدا جدا.
يعني ما اتكلموش معاك في العربية وانت في العربية كده قالوا اي كلمتين؟ هو من برجرين ده بيقولوا لي اطلع على الكورنيش بسرعة. قلت له هنا يا حبيبي اللي انت عاوزه انت عايزه صح. اه ورحت انا لفف سريع ورحت داخل على الامير. هو ما قالكش انت رايح من هنا فين ليه رايح كده؟ هو قال لي ارجع كده لف. قلت له بلا انا عارف سكتي. ما انا هو بيكلمنا وانا ماشي سريع. ما هو بينه وبين الامين 10 دقايق خدتها طبعا. مع ان حاول نغمز للامين لا ما هو بيقول لي اهو بيقول لي لقيته هو اهو هو طيب الصراحه بس طيب. عجبني الصراحه لما شافهم. يعني لو ما كانش شافهم الواد دوت وهو بيحط الكنابل كانت اتفجرت فينا كلنا. انا عايز اشكرك ربنا يخليك باسم كل مصري على الشجاعة والجرأة والإقدام والوطنية والرجولة وحاجات كتيرة جدا. وربنا يخلي لك ولادك. الله يخليك. وحكيت الحكاية طيب بقى لبولا وإيفيما كلهم سمعوا الحكاية وبيتفرجوا علينا دلوقتي في التلفزيون والمدام طبعا. أكيد نفسك في إيه؟ نفسك أنت مسكش في أي حاجة؟ والله أنا نفسي يعني ربنا يهديهم ويبعد عننا. أيوة. مهما عملوا ومهما حصل مصر هتفضل برضو مصر طبعا برجالة زيك وبناس زيك. مصر فيها رجالة طبعا. رجالة على أصول على حق يعني. وأنا وربنا يخلينا سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي هو اللي علمنا الجرؤة والجراءة بأخلاقه وبأدبه حقيقة. وانا بشكرك وبحييك ربنا على شجاعتك وعلى مرؤتك ربنا لانه يخليك. هو ده المصري الاصيل. هو ده المصري اللي احنا محتاجينه دايما يكون دايما قدامنا. نعيم مواطن عادي سواق تاكسي ماشي في سكته رزقه على الله. يوم يركب يوم ما يركبش الدنيا شغالة الدنيا مش شغالة. لكن يوم في لحظة ما شاف الإرهابي ما خافش، لا خاف على نفسه ولا على عربيته ولا على عياله ولا فكر في حاجة، فكر في البلد وفكر إنه يمسكه ويجري ويجيبه. ولما ركبوا معاه واتصلوا للأمين وجري ورا الإرهابي التاني وهنوصل له إن شاء الله. إن شاء الله بإذن الله. وهو اعترف الوقت. اعترف وقال على كل حاجة. ولما يكون عندنا زي نعيم ده كتير نقدر إن إحنا يعني نساعد الشرطة ونقضي على الإرهاب. ده الكلام يا جماعة اللي بنقوله العادي جدا إنه المواطن يساعد الشرطة وإن إحنا لما نشوف إرهابي نقبض عليه ولما نشوف حد بيخرب الكهرباء نقبض عليه وإن إحنا ما نسيبش حد يخرب في بلدنا. أهم حاجة ما يخافش وما يخافش لازم يكون قلبه جامد. أنا عامل قلبي مفتوح 4 شرايين يا خبر. والحمد لله ربنا يديك الصحة. الحمد لله أنا عندي 60 سنة ربنا يديك الصحة وما بخافش من أي حد. ربنا يديك الصحة. كلنا بنحييك وكل لله. الكنترول وكل الناس بيحييك. ربنا يخليك. بشكرك شكرا جزيلا يخليك. نعيم فكري احد رجال مصر اللي بيقفوا امام الارهاب. مش لازم يكون يعني شخص مشهور لكنه شخص محترم وجريء. ربنا يخليك. فاصل وبعد الفاصل محمد فهمي وحكايته مع الجزيره. محمد فاضل فهمي صحفي مصري تلقى حكما بالحبس ل7 سنوات ضمن القضية المعروفة إعلاميا بخلية الماريوت والتي تورط بها كونه عضوا بفريق قناة الجزيرة الإنجليزية بالقاهرة قبل أن يغادر السجن إثر الإفراج المؤقت عنه لتنظر بعدها محكمة جنايات القاهرة إعادة محاكمته مع 6 آخرين بنفس القضية. ولد فهمي في الكويت عام 1974 وتلقى تعليمه الأساسي في مصر حتى تخرج في المدرسة الأمريكية بالمعادي ثم أكمل دراسته في كندا ولذا يحمل الجنسية الكندية إلى جانب المصرية منذ عام 1995 حتى تخرج من جامعة سيتي الكندية عام 99 حاصلا على بكالوريوس في علوم التسويق. بدأ فهمي حياته المهنية كصحفي مع جريدة لوس أنجلوس تايمز حيث قام بتغطية الحرب في العراق وفي عام 2007 انضم للعمل لدى هيئة الصليب الأحمر الدولية بسويسرا ثم عين مديرا لمكتب قناة الحرة الأمريكية بدبي.
ومع بداية ثورة 25 من يناير انضم فهمي إلى فريق قناة CNN الأمريكية كمراسل ومعد، وبعدها وفي سبتمبر عام 2013 انتقل للعمل بمكتب قناة الجزيرة الإنجليزية في القاهرة. أنا ضد قناة الجزيرة مباشر من أول يوم وتغطيتها وكلها على بعضها كده. طبعا أنا اشتغلت كصحفي حر بدون عقد مع قناة الجزيرة، اللي هو ممكن أنا أشتغل النهاردة مع الجزيرة أكتب أعمل تقرير، بكرة أكتب في الأهرام، فالموضوع ده لازم يبقى واضح جدا. لفهمي الكثير من المواقف الوطنية التي شهد له بها شخصية سياسية وعلمية وفنية مرموقة، فقد شارك في ثورتي يناير ويونيو وتبرع لصندوق تحيا مصر، وأعلن انتقاده لمخططات وعنف جماعة الإخوان المحظورة أكثر من مرة. نال فهمي العديد من الجوائز عن أعماله الصحفية، لكنه لا يزال يطمح في أن ينال الجائزة الكبرى، وهي البراءة من الاتهامات المنسوبة إليه في قضية الماريوت. طارق أحمد، هنا العاصمة. والقضية مش بس براءة فهمي قدام المحكمة، القضية هي براءة فهمي قدام الرأي العام المصري أيضا. أن تعمل في الجزيرة خاصة في هذه الأوقات التي تمتهن فيها الجزيرة العمل الصحفي بشكل غير احترافي، وتناصر في جماعة الإخوان، وتعمل فيه على يعني تحريض مستمر ضد الشعب المصري وضد ثورة 30 يونيو، الحقيقة إنه هنا الموقف الصعب، وهنا الموقف اللي محمد فهمي بيحاول أن يبرئ نفسه منه، أنه أنا صحفي أعمل بشكل مهني ولكن هذا ما اكتشفته في الجزيرة. النهاردة محمد فهمي عمل مؤتمر صحفي مهم فتح فيه النار على قناة الجزيرة واتهمها بالإهمال وبمساندة جماعة الإخوان، وقال أنه سيقاضيها في كندا ويطالب بتعويض 100 مليون دولار كندي، يعني حوالي 83 مليون دولار أمريكي. هذه هي قصة محمد فهمي يرويها بنفسه، هيروي حكاية علاقته بالجزيرة، ليه خلى عن الجنسية المصرية، ماذا وجد داخل السجن، مين اللي قابلهم جوه السجن، ولماذا قرر أن يقاضي قناة الجزيرة. محمد، مساء الخير. مشكورك يا فندم. النهاردة ليه قررت تعمل مؤتمر الصحفي ده؟ أنا النهاردة أعلنت الحرب رسميا على قناة الجزيرة، وقدمت فعلا القضية في المحكمة الدستورية في بريتش كولومبيا في كندا، طالبا 100 مليون دولار تعويضا على ما فعلته القناة وما تستمر في عمله في مصر ومعي شخصيا. طبعا أنا شغلي مع القناة كان لمدة 3 أشهر، القناة الإنجليزية، وكنت أعتقد أنها قناة محترفة، وللأسف هم خزلوني وضحكوا علينا للأسف. يعني أول ما ابتدينا الشغل أنا طبعا دخلت الماريوت لقيتهم هم عاملين المكتب هناك. ليه يا جماعة احنا هنا؟ هل وضعنا قانوني؟ ايه اللي بنعمله في المكتب ده؟ يعني واحنا اي قناة ممكن تغطي في اوتيل يوم يومين في مظاهرة في ايفنت معين، ولكن هم عاملين مكتب هناك. فطبعا التأكيدات اللي جات لنا بالايميلات اللي موجودة عند حضرتك وكل الناس عارفاها، انه لا ما لكش دعوة بالموضوع، احنا خليك في المادة التحريرية، واحنا الموضوع القانوني احنا ماشيين فيه كويس وكذا، فانت بتدي الامان للامبلوير بتاعك. طبعا هم ما كانوش ماشيين صح، واحنا اكتشفنا الموضوع ده مؤخرا في القفص من اسبوعين، في انه النيابة قدمت لاول مرة انا اشوفها بعيني ان معهمش التصاريح المظبوطة للبث. طبعا دي اهم رخصة فيه انت تجيبها كقناة، طبعا احنا ما تقلناش الكلام ده. غير كده طبعا انه لما انا ابتديت الثلاث اشهر اشتغلتهم كان اول شرط ليا انه يكون احنا اندبندنت، مستقلين تماما عن هذه القناه الفاشله جزيره مباشر. بس الاثنين اسمهم جزيره يا محمد، يعني جزيره انجلش، يعني انت اشتغلت في الجزيره في سبتمبر 2013 اللي هو يعني بعد ثوره 30 يونيو، وانت كنت شايف اتيتيود الجزيره سواء الجزيره العامه او الجزيره مباشر، ما فكرتش ساعتها في لحظه انه طب ما هي نفس القصه بس لابسين برنيطه مختلفه؟ بص حضرتك، أنا إنسان بحب التشالنجز والتحديات، يعني أنا ممكن أكون أخدت فكرة إن أنا هخش قناة الإنجليزية وهعمل شغل فعلا مختلف تماما وهغير وهعمل، بس مش دي النقطة، بس إن قناة الجزيرة الإنجليزية في خارج مصر تغطيتها في البلاد الأخرى
لها لاين بروفيشنال وناس كتير كانت اشتغلت مع الجزيره بما فيهم حضرتك زمان يعني طبعًا. اول ما ابتديتي شغلك بس ده كان في سنين قبل بقى ما يبتدي هذا الموجه اللي ضد البلد بالظبط مش ضد البلد بس هي قناه في ال 96 لما ابتدت كانت قناه صح قيل انها وفعلا غيرت وكانت قناه محترفه كانت محترفه وغيرت طريقه الاعلام واضافت اليه بعد كده بقت ذراع سياسي لقطر و يعني أنا كنت فعلا ممكن متخيل أنها مختلفة عن جزيرة مباشر وفعلا أنا لحد دلوقتي بقول ومتمسك بكلامي أنه التقارير اللي طلعت مني أنا وبيتر وباهر ما فيهاش أي فبركة ولا أي أن احنا فضلنا الإخوان عن أي حد تاني كلها تقارير ممكن يكون الشباب هنا عملوها وده ما أقرته اللجنة الفنية في التلفزيون المصري في المحكمة لاحقا انه قالت انه ما فيش اي فبركه او اي نوع من خلينا نسمع جزء مما قاله محمد فهمي النهارده في المؤتمر الصحفي ونرجع تاني نواصل نساله بقى قصته مع الجزيره هو كان ايه نوع التقارير اللي بيقدمها وكيف تم القبض عليه ثم ما اكتشفوا عن سلوك الجزيره المهني بعد ذلك نسمع المؤتمر الصحفي قناة الجزيرة المباشر لم تكن منحازة لجماعة الإخوان المسلمين فحسب وإنما كانوا رعاة لجماعة الإخوان المسلمين واستمرت حتى تم إزالة القناة من البث الهوائي حتى ديسمبر في فعل هذا وخلال الأبحاث التي قمت بها في السجن الشبكة وزعت كاميرات ووحدات بث مباشر واشترت أفلام وثائقية من نشطاء جماعة الإخوان المسلمين في مصر بدون أن تشير إلى المصدر الخاص بهذه المعلومات وأي صحفي يعلم ويخبركم أن هذا انتهاكا للعهود الأساسية للنزاهة الصحفية ومنذ أن أطلقت من السجن استمررت في القيام بتحقيقاتي تجاه الأعمال الخاطئة التي قامت بها قناة الجزيرة مباشر وأنا يفجعني ما رأيتهم يفعلونه وفي الحقيقة ولكي نكون عادلين أن مصر تعد أكثر الدول تساهلا مع الصحفيين حتى أصبحت الجزيرة مباشر البوق الرسمي لجماعة الإخوان المسلمين إن مصر وضعتنا تحت المحاكمة كصحفيين بدلا من أن تعاقب الشبكة ولكنني لن أكون متساهلا تساهل مصر وأنا موجود هنا لأعلن لأنني سأضع الجزيرة أمام المحاكمة في المحاكم الكندية الشبكة لم تخدعنا كصحفيين فحسب ولم تتجاهل العقد فيما بيننا وقبل أن يقبض علينا ولكنها كذلك فشلت في سداد الرسوم القانونية الكاملة والآن أنا سأقاضيهم بأية كلفة وسأربح هذه المقاضاة وحتى هذه اللحظة الشبكة لم تقم بتعويضي عن الرسوم القانونية التي دفعتها للمحامية إلا بشكل جزئي وبعد التدخل الطيب من الشيخ جو سايمون رئيس اللجنة حماية الصحفيين في نيويورك والسيد بيتر نورلاندر رئيس مبادرة الدفاع القانوني عن الإعلام في لندن والذي تبرع كذلك بجزء من الرسوم القضائية بعد أن قام بتحقيق مستفيد في هذا الشأن. امتى اكتشفت وانت بتشتغل يعني انت بتشتغل اشتغلت في ايه 3 اشهر مش كده امتى ابتديت تكتشف الكلام اللي انت بتقوله ده انه بيستخدموا ناس عاديين ويعملوهم مراسلين وده طبعا ده ضد المهنه تماما. انك يجب ان تكون صحفي كي تستطيع ان تستقي الخبر او ان انت تكون يعني مخبر صحفي حتى امتى ابتديت تكتشف ده داخل السجن يعني انا قاعد لو انت بتشتغل ما اكتشفتوش لا مستحيل لانه انا دلوقتي انا معايا فريق محترف يعمل للقناه الانجليزيه داخل السجن انت كنت البروديوسر ولا كنت ايه بالظبط سينيور بروديوسر فداخل السجن طبعا انا قدامي ما عندي وقت فراغ وجوه يعني العمليه انت بتعمل انت عندك ماده حصريه مدى الحياه فطول النهار مقابلات مع الاخوان وكذا 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 فاكتشفت فعلا بدون مبالغه انه ناس كتير جدا شغالين مع القناه اخوان ومتعاطفين مع الاخوان ومحبين للاخوان وحزب حريه وعداله اللي بيبعت للجزيره عربي اللي بيبعت للجزيره مباشر طبعا عرف السيتيزن جورنالست ده ما ينفعش يكون واحد تابع لفصيل معين ما ينفعش يكون واحد من معارضه السيتيزن جورنالست يكون نيوترال اللي هي المواطن الصحفي المواطن اللي هو بيبعت المواطن الصحفي ده ممكن يكون يبعت على ويب سايت ولا حاجه لكن هو لا يعتد بالكلام ده كانه نوع من انواع الصحافه هم عندهم سيستماتكس نظام معين انهم لما البلد هنا قفلت لهم مكتب الجزيره مباشر استغلوا بعض الاخوان الشباب
وادوهم كاميرات واجهزه بث، والكلام ده موثق بالاسامي والناس. وانا لما حتى خرجت دلوقتي من السجن عملت بحث، انا دلوقتي ما اقدرش اشتغل صحفي، اهم حاجه عندي ان انا برأ نفسي، فبعمل ايه؟ بعمل بحث. واكتشفت فعلا ان هم فعلا كانوا بيدعموا، والنهارده قلت في المؤتمر مش بس بايست ان هم يعني منحازين، لا دول راعي رسمي ليه جماعة الإخوان المسلمين. هل أنت وأنت بتشتغل في الثلاث أشهر دي ما كنتش يعني إحنا اكتشفنا ده محمد بدري جدا، اكتشفنا ده من أول يوم قالوا ده انقلاب، ومن أول يوم حطوا كاميراتهم في ربعة، أنت إزاي ما اكتشفتش ده وأنت في الثلاث أشهر من سبتمبر لحد ما طبعا؟ هناك فرق تماما بين أن أنت تسمع ولما تلاقي بنفسك بعينك وتشوف بعينك، ده اللي أنا لقيته جوه السجن. وانا حتى ما كنتش، لكن ما اكتشفتش ده وانت بتشتغل. لا خالص خالص، والا وانا قلت النهارده بالانجليزي قدام الصحافه الاجنبيه كلها انه لو انا اعرف كده مستحيل، لانه انا تاريخي الصحفي اهم حاجه بالنسبه لي، اسم الصحفي هو اهم حاجه بالنسبه له، ان انا بعد كل التاريخ ده ابقى مع جماعه بعمل ماده وبقى عن طريق الاخوان. كنت بتتلقى طلبات زي يعني كانوا بيطلبوا منك تقارير ازاي؟ ايه نوع التقارير اللي كانت مطلوبه؟ لا التقارير اللي كانت تطلب مني انا كاي تقارير، يعني التقارير اللي انا قدمتها شخصيا، استاد كره القدم فيه جماهير ما فيهوش جماهير، خروف العيد غالي رخيص، كلام من ده. ولكن برضو اول ما دخلت طبعا كان في تركيز على مظاهرات الاخوان حتى في الانجليزي يوم الجمعه. انا قللت من التغطيه بتاعت مظاهرات الاخوان، وبعدين رحت قلت برضو زي ما قلت لك انا كان عندي طموح ممكن يكون كان زايد شويه، ورحت الاستاذ عمرو موسى بعد ما خلص الدستور، قلت له يا عمرو بيه تطلع معانا في القناه؟ قال لي لا محمد انا اطلع معاك في اي حته في السي ان ان بس ما اطلعش في الجزيره. قلت له دي الانجليزيه؟ قال لي لا. فهنا يعني في الثلاث اشهر دول انا يعني عبال ما ابتديت افهم ايه الموضوع ماشي ازاي وابتديت احاربهم. وحضرتك عندك ايميل يا ريت تعرضيه، ان انا اول ما عرضوا التقرير الانجليزي بتاعي عربوه وحطوه على الجزيره مباشر، بعت لصلاح نجم مدير قناة الأخبار في الإنجليزية، قلت له ما ينفعش إنك تعمله ده، إذا كانت الدولة هنا قايلة لك ما ينفعش تشتغل، أنت حاطط إزاي التقرير بتاعي على العربي؟ قال لي هشيله. شاله. قلت أوكي يلا سهوا. تاني مرة رحت باعت بقى إيه للإيميلات لكل مديرين القناة، شيلوا بقى الكلام ده ما ينفعش، أنت كده هتعمل لي مشكلة أنا وفريق العمل بتاعي. إمتى اكتشفت إن الجزيرة مالهاش تصريح؟ مالهاش تصريح بث، مالهاش تصريح في القفص من ثلاث أسابيع بدون مبالغه. بس انت ما كانش معاك كارنيه مركز صحفي؟ لا غير البريس كارد. البريس كارد ده زي رخص العربيه يعني. اذا انا طبعا طلبنا منهم يطلعوا لنا بريس كاردز. اوكي دي مسؤوليه القناه. يعني وجود الاستاذ نجيب ساويرس لما جه المحكمه الاسبوع من اسبوعين، مش كان جاي بس ككاركتر ويتنس، كشخص بيقول لك ان الراجل ده مش اخواني، طبعا شخص محترم ورمز للدوله زي الاستاذ نجيب والاخ ليا اخ كبير، لما يجي يقول كده تفرق مع عند القاضي، ان قناعه القاضي ان الراجل ده مش اخواني، انا متهم ان انا اخواني، انت متهم ان انت اخواني وضالع في الجماعه الاخوان وكذا راجل يعني. لكن لكن انت امتى وهنعرض شهاده نجيب وشهادات اخرى كثيره يعني سيد عمرو موسى، وفي فنانين كتار، في ناس كثيره كتبت يعني دفعت عنه. القاضي احنا كان هدفي ايه؟ ان القاضي يفهم ويستوعب، وده جزء من دفاعي في الوقت الحالي، ان هناك فرق بين مسؤوليه الصحفي ومسؤوليه القناه تجاه الصحفي. موضوع التصاريح والحاجات دي حاجات يعني مش المفروض ابدا الصحفي يفكر زي موجوده، لا دي مسؤوليه القناه. البريس كارد التصريح العمل اللي في الشارع وتصريح البث والكاميرات وكل الحاجات دي مسؤوليه القناه. وبعدين دي الحاجات دي تسببت في السبع سنين احنا خدناهم في الاول، سنه منهم كانت العمل بدون تصريح. هل انا اللي ادفع الكلام ده؟ لا انا هدفعهم هم الكلام. لما بقى كنت بتقول لهم يا جماعه احنا ما عندناش تصريح، كانوا بيردوا يقولوا لك ايه؟ هنقدم، هنجيب، استنى شويه، انت ما بتنزلش الشارع كتير، طيب اوكي، طيب هتجيبوهم امتى؟ يعني بصي حضرتك دلوقتي مش موضوع البريس كارد ده، قنوات كتير جدا من الصحفيين الاجانب بيجوا هنا، بيبقى في صعوبه وتاخير، بينزلوا يغطوا وبعدين يجيبوه، يعني زي رخص العربيه بتدفع غرامه. لكن التصريح بس ده موضوع تاني، ولن اقبل عمري اشتغل في قناه كده. لما كنت بتبثوا من الماريوت، طب انت ما قلقتش وانت في الماريوت انه يا جماعه احنا ليه من الماريوت ليه مش، ولا لان في فعلا محطات كتيره جدا بتطلع من اوتيلات في الفنادق؟ محطات كتير جدا بتطلع من اوتيلات، بس زي ما قلت لحضرتك بيطلعوا لمده قصيره. لكن انتوا قعدتوا مده 3 اشهر. فانا سالت وارجوك تعرضي الايميل الاثبات لذلك، ودي حاجات دي نازله في المحكمه في بريتش كولومبيا في كندا تثبت ان احنا غرر بينا
واي حد كان في الماريوت معايا يشهد بذلك، انه احنا سالنا بالايميلات، قال لك لا احنا بنتواصل مع الحكومه المصريه ما تقلقوش، تواصلنا بالموبايلات في ايه، وحتى مش بس كده الايميل اللي هتعرضيه ده انا قلت لهم يا جماعه خلوني انزل مكتب النائب العام، خلوني انزل اتكلم مع المحامين، خلوني اشوف وزاره الداخليه هل احنا وضعنا قانوني، قال لك لا 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 ما تقلقش احنا ماشيين كويس. فانت معتبر ان هم بيحموك، كان المفروض يعملوا كده، ما كانش فيه كده، وهم سامعيني في قطر دلوقتي وعارفين انا قصدي ايه كويس قوي. تم القبض عليكم في يوم في الماريوت، وانت وبيتر جراتسي وباهر، هل 26/12/2013 هل انت كنت متوقع انه الموضوع بهذا الحجم؟ لا خالص طبعا، لان احنا انا اخر حاجه قلتها على الهواء يوم 24 لما اعلنوا جماعه الاخوان ارهابيين، طلعت اتكلمت نص ساعه بعد انفجار الدقهليه وقلت ان الجماعه بقت جماعه ارهابيه. بعدها تاني يوم قالوا لي قناه عايزينك تجيب حد في الماريوت من الاخوان. كنتوا بتدفعوا فلوس للضيوف؟ لا لا ما ينفعش، لا لا خالص الجزيره انجلش ما تدفعش، لا لا تدفع التاكسي بتاعه مش عارف كده، لا تدفع فلوس لا، بس هي النقطه. فانا رفضت قلت لهم يا جماعه لا، دول دلوقتي بقوا ارهابيين، الاسبوع اللي فات ما كانوش ارهابيين، دي في قوانين طبعا. ايه دي؟ كانت مشاكل بيني انا اصلا، يعني كان في مشاكل بيني وبينهم، في رول، في دوله بتقول لك ده ارهابي، انت مش مقتنع ان ده ارهابي، انت مش مقتنع الاخوان كذا، انت حر بس انت بتلعب في ملعب فتحترم القوانين. فكان في دايما معركه بيني وبينهم. وبعدين حاجه يعني مهمه جدا برضو، انه القناه لما اتقبض علينا احنا طبعا ما تخيلناش، بيتر كان هنا بقاله اسبوعين ما عرفش فين ميدان التحرير اصلا ولا ايه الاخوان، بقاله اسبوعين بس، اسبوعين بس. والراجل يعني راجل مسالم جدا، مطلعينه ان هو مش عارف خبير في السيفل وور والحرب الاهليه بتاع، وباهر صحفي يعني محترم. بس باهر عنده متعاطف مع الاخوان، اذا هو متعاطف مع الاخوان او على الاقل يعني انا ما يعني انا ما اعرفش اذا هو متعاطف مع الاخوان ولا لا، ولكن هو لم يرتكب بشخصه هو جريمه، لم يحرف، لم ياخذ ينحاز اليهم، القناه هي اللي عملت فينا كده، وتحدت الحكومه المصريه في كل حاجه حتى وانا في القفص مش بس لما بقى عندكم قضيه القناه، ايه بقى الاجراءات القانونيه؟ حسيت انها واقفه يعني، انت دايما بتشكو ان القناه لم تقف بجواركم، حسيت انها ربما بتستخدم هذه القضيه للتشهير بمصر والضغط ان مصر بتحبس الصحفيين وقضيه بيتر جريتسي والكلام ده كله، انت حسيت ده ازاي؟ انا طبعا جوه الحبس بعت لهم جواب، قلت لهم هم رفعوا قضيه على مصر ب 150 مليون دولار في المحكمه الاقتصاديه، قلت لهم يا جماعه ما ينفعش كده، انت ازاي يعني وانا في القفص ترفع قضيه على مصر على ايه يعني؟ المحامي بتاعهم اللي هو انسحب في المحكمه قال لهم برضو اقفلوا قناه الجزيره مباشر وما ترفعوش القضيه دي، انتوا كده يعني بتاذوا الناس. رفضوا، فالمحامي بتاعهم اللي جايبينه انسحب قدام القاضي، يعني كان في محامي وانسحب، قال للقاضي القناه دي بتهين مصر وانا لن استمر معاهم، خلى بيتر وباهر شكلهم وحش جدا. طبعا ده بيخلي شكلي وحش جدا، بس انا كنت عارف كده وجايب محامين المحترمين بتوعي الاستاذ خالد ابو بكر وامل كلوني ونجاد البرعي والناس اللي انا عارف انها لن تتاثر بقناه او لن تتاثر بفكر قناه او ناس معروف موقفهم السياسي. انت اللي كنت دافع هذه التكلفه، لان دول محامين غاليين، يعني امل كلوني مثلا جبتها ازاي؟ كل المحامين اخذوا ديسكاونت، قللوا جدا في طلباتهم، وانا اللي دفعت من جيبي بعد ضغط من منظمات دوليه. الجزيره في الايام السابقه بس يعني ايام معدوده رجعوا لي يعني 15% من اللي انا دفعه، ومع وكان في برضه حمله تبرعات بره وحاجات كده، يعني كلهم اخذوا يعني مصاريف اقل بكتير من ما يستحقوه يعني. ولكن يعني لكن انت ليه 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 اصريت ان يكون ليك محامينك المخصوصين اللي لا علاقه لهم بمحامين الجزيره؟ امتى حسيت ان هم بيمطلوا او ان هم بيتلاعبوا؟ من اول يوم في القضيه انا رفضت المحامي بتاعهم، لم يترفع عني ولو مره واحده محامي من قناه الجزيره، محاميين بتوعي واجهه لي يعرفوا يعني ايه 30 يونيو ويعرفوا يعني ايه اخوان ويعرفوا يتكلموا ازاي للقاضي باسمي. وفعلا يعني امل كلوني مثلا راحت طلعت ستيتمنت تصريح انه يجب على القناه احترام روح اتفاقيه الرياض وعدم يعني انها تحاربني وانا في القفص،
وانا اللي طلبت منها ذلك. هل ما حاولتش في كل الفتره دي انك تتصل بصلاح نجم، تتصل بالناس بالمديرين تقول لهم ايه يا جماعه اللي بيحصل، انتوا سايبيننا بنتحاكم وانتوا السبب، يعني ما كانش في اي طريقه انكم تتصلوا ببعض؟ هم سامعيني دلوقتي، عارفين ان انا بعت لهم ايميلات وعن طريق اهلي وعن طريق ناس، انه يا جماعه بتعملوا ايه، ازاي تعملوا كده. هم صلاح نجم والناس الميدل مانجمنت دول عباره عن بغبغان لرئيس مجلس الإدارة القطري والحكومة القطرية. وأنا النهاردة جايب لك مستند حصري لم ينشر من قبل، وهو مستند طالع من الديوان الأميري الإماراتي القطري، بيبين أنهم بيقول لك فيه عايزين ميزانية الجزيرة، وهم اللي بيدفعوا ميزانية الجزيرة، وده بقى غير الكلام، والكلام حاجة. لكن لما تخش السجن وتلاقي ناس بيقولوا لك احنا جزيره مباشر بتدينا فلوس وكاميرات، بقى واقع. تسمعي في الفورن بوليسي يقول لك بره، يقول لك لا انه قطر كذا، لكن ده دلوقتي انا بقى قدامي مستندات ومعلومات انا جايبها بنفسي. فانا دلوقتي لهذا السبب انا اعلنت الحرب عليهم، وهم عارفين كويس انا راجل ستريت وراجل ما بهزرش، وان انا مش هسيبهم. خلينا نشوف هذا المقطع من المحاميه الكنديه واسمها جوانا جيسلسون، كانت موجودة معايا، كانت موجودة النهاردة، وماذا قالته جوانا في المؤتمر الصحفي اليوم. محمد فهمي بالفعل أدى واجبه، ولكن الجزيرة أخفقت في أداء واجبها. في مصر في خريف عام 2013 نتج سلوك الجزيرة عن سجن 3 صحفيين محترفين أكثر من 300 يوم، وهذا هو السبب الذي جعل محمد فهمي في 5 مايو أن يتقدم برفع قضية في بريتش كولومبيا بكندا ضد شبة الجزيرة. قضية محمد فهمي طلب من المحكمة الكندية أن تعلن أن شبكة الجزيرة بالفعل كانت مهملة في سلوكها ومهملة في تمثيلها، وبالفعل خرقت العقد الذي أبرمته مع محمد فهمي. كما طلب من الحكومة في كندا أن يتقدم بأمر للجزيرة بدفع 100 مليون دولار للأضرار التي ألحقتها بإدانة محمد فهمي والتي عقبها سجنه. محمد فهمي هو صحفي محترف، وهو يفهم جيدا أن هناك مخاطر متعلقة بالعمل في الميدان. هذا ما ليس نتحدث عنه هنا، إنما نتحدث إن لم يقتصر الأمر على إخفاق الجزيرة في حماية هؤلاء الصحفيين، بل امتد الأمر أيضا ليشمل أن الجزيرة نفسها أعاقتهم، سببت الإعاقة لهم، إن الجزيرة نفسها أسهمت في إلحاق الضرر الذي وقع عليهم بالفعل، حيث أنها وضعتهم في مواقع ضارة. إن الأضرار التي نتجت طبعا معروفة للجميع. 3 صحفيين محترفين تم سجنهم لأكثر من 400 يوم. ده دي المحامية الكندية. لماذا قررت أنك تقيم هذه الدعوة في كندا؟ لأسباب كتير. أولا لأن أنا أول ما همشي من هنا هروح أتعالج في دراعي في كندا، محتاج أعمل عملية، وأن أنا عرض عليا أن أنا أدرس في جامعة في كندا. ومش كده بس، طبعا أنا دلوقتي للأسف الرأي العام بينظر إلي أن راجل تخليت عن جنسيتك المصرية لا، موضوع أولا تخلي الجنسية المصرية ده تعبني جدا، وأنا أثبت اللي حصل في المحكمة، لأنه أنا راجل مش عايز أقول بقى وطني، لا أنا راجل بورسعيدي وعيلتي معروفة، وجدي كان في مستشار قانوني، وجدي كان مدير أمن جيزة، وأسرتي في قوات مسلحة. إن واحد يقول لك تنازل عن جنسيتك المصرية دي، مين اللي قال لك تنازل عن جنسيتك؟ قولي أنا الجهاز معين في الدولة جالي وقال لي تنازل عن الجنسية المصرية بتاعتك عشان تستفيد من قانون الترحيل الذي صدر مؤخرا. لازم نذكر إنه السيد الرئيس قال في قضية الجزيرة دي بالذات أنه لو كانت هذه القضية علم بها قبل أن تصل إلى القضاء من الأول ما كانتش ربما وصلت إلى هذه المرحلة، وكان يتم ترحيل بيتر جريتسي أو ربما حتى محمد لأنه كان كندي الجنسية، ثم صدر بعد ذلك القرار بقانون بأنه يحق للسيد رئيس الجمهورية ترحيل الجنسيات أو أي حد متهم أجنبي إذا ما رأى ذلك في مصلحة للبلاد
وذلك قبل أن يصل الأمر للقضاء، أعتقد ده النص القانون. وبالتالي من هذا المنطلق تم ترحيل بيتر جريتسي إلى أستراليا، وده اللي حصل. لكن محمد لم يستفد من هذا القرار. قصة غريبة جدا. أنا اتقال لي يلا لم شنطك، خطيبتي استقالت من الشغل، ابتدينا ندور هنحجز طيران فين، وكل القنوات قالت لك ده خلاص ساعات وهيخرج. ده في قناه قالت ان انا في المهندسين. صحيح. ففجاه لقيت بيتر مترحل وانا نازل محكمه. طبعا دي كانت حاجه صعبه جدا، وانا لحد دلوقتي مش فاهم. الناس بتسالني ايه اللي حصل، انا مش فاهم، ما اعرفش، ما عنديش اجابه للموضوع ده. ولكن يعني انا لازم استرد الجنسيه، وابتديت افحص يعني ازاي. اتقال لك تنازل عن الجنسيه كي تستفيد من هذا القرار بقانون وتصبح يعني عندك جنسيه واحده اللي هي الجنسيه الكنديه. اللحظه دي بقى كانت بالنسبه لك ايه؟ رفضت، عشان ابقى صادق رفضت. قلت لهم نو واي، مستحيل. قال لك طيب امسك الموبايل وادوني شخصيه في الدوله هنا. الباشا قال لي اوكي تنازل وتعالى مصر قدم عليها تاني، وهتبقى سائح، تيجي كسائح، وعايزين يطلعك انت وبيتر بطريقه محترمه، والجماعه دول اخوان اللي جوه. يعني الموضوع ما كانش، فوافقت يعني. راجل انت كنت حاسس ان انت مثلا تحت ضغط فكره ان انت في السجن وعايز تخرج؟ يعني قول لي مشاعرك. مشاعري واضحه جدا. انا راجل عندي دلوقتي عاهه مستديمه في دراعي. ايه اللي حصل لك؟ ليه العاهه؟ لا دي كانت اصابه قبل السجن بأيام قليلة، وكان لازم ان انا دراعي يفضل ثابت. وللأسف داخل السجن يعني نايم على الأرض، مفيش، متكلبش مع جهادين أنصار بيت المقدس، عربية الترحيلات الجميلة بتاعتنا كده يعني. فالإصابة حصل اتلحم العظم غلط، فعملت عملية يعني بعد ما كان تو ليت، خلاص كان الوقت متأخر. عملت عملية ومحتاج عملية تانية، يعني دراعي ما بيطلعش أكتر من كده دلوقتي. بس فكل دي أضرار أنا يعني طالب تعويض عليها من القناة، لأن هم اللي عملوا الموقف ده فينا. طبعا في صحفيين في السجون، وفي عندنا إحنا يعني بعض الملفات لصحفيين في السجون مش مفروض يبقى في السجون. وأنا ابتديت النهاردة المؤتمر قلت لا يجب تحت أي ظرف سجن صحفي، لان احنا دلوقتي ما بقاش في نوترال زون، ما بقاش في حته محايده. الجهادين عايزين يقطعوا راسنا، والحكومات عايزه تحطنا في السجون، فهذا غير مقبول. وفي صحفيين دلوقتي حتى بقى لهم سنتين جوه بدون محاكمه، زي شوكان النهارده اتجدد له وغيره يعني. بس ماذا وجدت داخل السجن؟ اني واحد بالظبط؟ انت الاول دخلت العقرب وبعدين رحت طرق. العقرب ده سجن صعب جدا. ما فيش، انت في زنزانة انفرادي. كنت انا وباهر في جناح الارهاب مع الجهاديين، وما فيش نور ولا شمس ولا تريد ولا اي حاجة خالص. وفي الزيارات عن طريق الازاز. طبعا دي كانت حاجة غريبة جدا، صحفي بقى قاعد محبوس مع ارهابيين. ويعني كان شهر صعب جدا، بس ما فيش معاملة سيئة. يعني هو المكان صعب وسيء، ويجب ان يعني اللي انا قلتها في المحكمه، المتهم بريء حتى يثبت ادانته. انه يترمي متهم كده بالاسلوب ده. وانا قلت مع روبرت فيسك في المقال اول امبارح انه السجون مش مصر بس عامه، از ا بليس فور راديكاليزيشن، اذا بالطريقه دي اللي هو طريقه يعني مكان لان تكون اكثر تطرفا. بالظبط كده. احنا شايفين الاستاذ بغدادي بتاع داعش ده طالع لي من كام بوكا اللي انا رحت، انا زرت كام بوكا في العراق في 2003. فده اللي بيحصل. انت تخش تاخد واحد متظاهر مثلا اخواني او محب للاخوان، قعدوا مع دول طول النهار، تلاقي دقنه طلعت وطول النهار شغالين في دماغه بتوع اللي جاي من سوريا عشان يشيلوا مش عارف ايه ويعملوا ايه. وشفتها بعيني. شفت مين بقى جوه؟ احكي لنا شفت مين يا طبعا يعني شفت المرشد، شفت حازم ابو اسماعيل، شفت كل الناس، كل القيادات الاخوان. وكان ايه العلاقه؟ يعني كنتوا بتتكلموا وتقولوا ايه؟ اولا هم رحبوا بيك، عرفوك، قالوا لك انت مين؟ احكي لنا بقى حصل ايه. لا ما حضرتك شهرتيني جدا جوه يعني. انا كنت جوه رئيس خليه الماريوت الاخوانيه، فهم اخذوني على يعني ايه بالاحضان. بعد شويه استغربوا جدا، تقول لك الله الراجل ده يعني استاذ عمرو موسى، مش اخواني قوي يعني، ساويرس واقف معاه، والاستاذ عمرو موسى والاستاذ الدكتور فاروق الباز، وانا طول النهار عمال اتخانق معاهم جوه في مواضيع سياسيه. احنا ما قلناش حاجه بقى غير النقاش جوه. ايه كان نوع النقاش اللي كان بيحصل؟ احنا كنا عاملين شو جوه، توك شو بالليل. توك شو. انا عملت توك شو بالليل مع زميلي باهر برضو. ان احنا كنا استغلينا ان احنا ما فيش تلفزيونات وما فيش اي حياه جوه، فكل يوم الساعه 8 كله بيطلع على الزنزانه.
يلا. وكنت بعمل مقابلات فعلا يعني مثلا مقابله 45 عصام الحداد مثلا خمسه قعد مع اوباما 45 دقيقه بدون دخول اي حد من الوفد معاه. اتكلموا في ايه؟ راح قال لي حاجه جميله جدا وانا قلتها في المصري اليوم. راح الاخوان مطلعين مش عارف ستيتمنت انه حصلش ازاي يعني. قال لك ايه عصام الحداد؟ قال لي ان هو لما راح امريكا اوباما سال اوباما طلب منه نصائح عن كيفيه التحكم الديمقراطي في القوات المسلحه. التحكم الديمقراطي في القوات المسلحه بالظبط كده دي كاف. فقبل ما رجع عصام الحداد كان كما قال اللي هو العصار عرف، فقال للسيادة الرئيس السيسي اللي كان وزير الدفاع في وقتها، وطبعا حصلت مشاكل، قال له انت رايح هناك عشان تقول له يتحكم فينا في القوات المسلحه. واوباما برضو قال له احنا عجبنا النظام في تركيا ان احنا بنقدر نتحاور مع الحكومه هناك، وان احنا عايزينكم يعني في تبقوا في الحكم وكده، وان انتم بننظر اليكم كاسلام سياسي وسطي. فدي كانت احدى الحاجات يعني، وحاجات كتير يعني فاهم. حازم ابو اسماعيل جوه طبعا. قابلت حازم ابو اسماعيل؟ طبعا حازم ابو اسماعيل جوه طبعا. هو رجل محبوب جدا في السجون يعني. هو راجل كل الناس بتحبه جدا جوه. ليه؟ سؤال يعني. هو عنده يعني عنده القابليه انه يسحب او يقنعك بحاجه. وطبعا الناس دي كتير من جماعه حازم ابو اسماعيل دلوقتي لو تخش تلاقيهم يعني انضموا يعني فكرهم داعشي جوه، وفعلا دلوقتي جوه اللي كانوا مع انصار بيت المقدس بايعوا داعش، وفي ناس بتبايع داعش جوه. شوف ده شفتها بعيني يعني فاهم. وبعدين طبعا الجهاديين اللي كنا في الشو برضو كان في واحد جوه اللي هو كان طلع مره قال لك انا هفجر الاهرامات في مصر، ده اللي اسمه الشيخ مرجان. كان مع بن لادن زمان وكده. فانا في الشو بقول له ما رايك في الاخوان المسلمين قدامهم بتاع الاخوان؟ قال لك احنا قلنا لهم يقطعوا الرؤوس اول ما جم. فطبعا الاخوان ايه، ففي يعني كان حوار وما سمعوش كلامنا. بس في مثلا برضه كان الظواهري، محمد الظواهري جوه. محمد الظواهري حاجه غريبه جدا، المحكمه جابت لي صوره معاه في المحكمه قالت لك ان انت يعني كدليل ادانه. ده كان حوار حصري انا عامله لما في السي ان ان معاه لما خرج من السجن. وقعد تعبني جدا، فاكرني مش عارف شغال مع الامريكان وبتاع. فجوه قعد يقول لي كلام طبعا كلام كبير قوي يعني. هل كان في لاحظت انقسامات مثلا، ولا هم لسه يعني بيفكروا بيرتبوا لحاجات علاقتهم بالخارج، بيدوا اوامر لبره، فكره موضوع المصالحه ومش المصالحه؟ هل لا كتبت مصالحه جوه وتم الموافقه عليها من خيرت الشاطر في سجن العقرب يعني. كتبت في سجن وتم الموافقه عليها في سجن اخر. سالنيش ازاي بقى. بس ده يعني ازاي الحاجات بتنتقل من سجن الى سجن يعني؟ لا يعني ممكن تبقى ما يعني ما من العائلات ممكن يعني، انا ما اعرفش. بس انا بقول لك اللي انا اعرفه انه المصالحه دي اتكتبت وكانوا تغاضوا فيها طبعا عن رجوع مرسي، ولكن رفضوا وجود، كتبت قبل الانتخابات الرئاسيه على طول، رفضوا فيها وجود السيسي. وجود السيسي ونفس المطالب بقى الثانيه اللي هو حق الشهداء والقصاص والكلام اللي احنا عارفينه طبعا. ولكن اللي استغربت عليه ان هو ما بعتوهاش لاي جهه في مصر، اتبعتت للسفاره الامريكيه واتبعتت لمنظمه بره دوليه. فحاجه غريبه جدا. وطبعا انا كنت يعني مستغرب جدا، بقول لهم يا جماعه انتوا بتنزلوا مظاهرات يعني اولادكم وهم جايين قدامكم زي الفل، نازل مظاهره طب ما ممكن الاسبوع الجاي يموت، وانت ما تعرفش مين بيضرب عليهم نار. يعني انا تاثرت جدا بموت ميادة اشرف جوه لما خدت الجائزه اللي خدتها بره. اتضايقت جدا مع ان انا ما اعرفهاش، كانت بتطلع لي في الحلم ساعات. ليه صحفي يموت وبيأدي واجبه ومين اللي بيقتله؟ مفيش جواب. فانتوا بتنزلوا ليه اصلا؟ كانوا بيردوا يقولوا لك ايه؟ ما نقدر، لازم نحارب وخلاص الانقلاب هيقع والكلام اللي بقى اللي انت عارفاه ده، الكلام الخايب ده. بس هم فعلا توقفوا عند 3 يوليو يعني. وقفت الساعة هناك. واحنا هنقف هنا قليلا ونخرج فاصل، وبعد الفاصل هنواصل هذا الحوار مع محمد فهمي ونشوف ما هي خطواته القادمة. ما زال متهما أمام المحكمة، عنده جلسة 1 يونيو، ماذا سيفعل في الجنسية المصرية؟ هل سيحاول استعادتها مرة أخرى؟ وهنعرف ماذا سيفعل في القضية التي يعني يعتزم أن يقاضي بها الجزيرة في كندا.
أخرى محمد فهمي وقصته مع الجزيرة. ومعي على الهاتف الأستاذ خالد الهيل، المتحدث باسم المعارضة القطرية. مساء الخير يا أستاذ خالد. مساء النور يا أستاذ. أهلا بك. يعني كنا بنتحدث مع محمد فهمي. أولا، هل تعرف محمد فهمي الصحفي في قناة الجزيرة الإنجليزي اللي هو متهم الآن في قضية خلية الماريوت؟ نعم، صديق عزيز أتشرف به. طيب، هل تشعر ان الجزيرة او هل هو بيقول ان هو حاول يستضيفك كذا مرة ولم يتمكن من استضافتك؟ يعني ايه معلوماتك عن هذه القضية؟ حصل فعلا في 2013 صار بيني وبين الاخ محمد فهمي تواصل، وكنا في تلك الفترة نحاول الظهور الاعلامي، ولجأنا للاخ محمد فهمي انه يتواصل مع قناة الجزيرة لعرض بعض القضايا الداخلية التي تهم الشأن القطري، ولكن تفاجأت من ردها علي بأن إدارة القناة رفضت من الأخ محمد فهمي أن تعرض هذه التقارير وأن تعرض هذه القضايا التي تختص بالشأن الداخلي القطري وملفات حقوقية كثيرة وانتهاكات كثيرة يقوم بها النظام الحاكم في قطر. زي إيه يا أستاذ خالد؟ يعني إيه نوع الملفات اللي كنت عايز تعرضها على الجزيرة، اللي هي فكرة الرأي والرأي الآخر؟ يعني زي إيه؟ يعني في تلك الفترة كان لدينا بعض وثائق الفساد، يعني وثائق فساد لحمد بن جاسم بن جبر، وثائق فساد لبعض المسؤولين في النظام القطري، وأيضا كان لدينا مجموعة صور من انتهاكات السجون القطرية وانتهاكات من جهاز أمن الدولة في قطر، وكيف يختطفون المواطنين القطريين من الشوارع ويسجنونهم في سجون أمن الدولة من غير محاكمة عادلة ومن غير أيضا قضية لفترات طويلة. كنا نحاول أن نلجأ لأي جهة إعلامية لكي نوصل رسالتنا، ولكن بفضل الله عز وجل قررنا في 28/6/2014 أن نحن نعلن عن نفسنا. قبل ذلك كنا نعمل خلف السواليف، ولكن تجرأنا على أن نحن نعمل بشكل مباشر، وبفضل الله عز وجل تحقق الكثير والكثير، لأن هذا النظام في قطر نظام تخلى عن إنسانيته وتخلى عن المبادئ والأخلاق، فلا أستبعد أنهم يتخلون عن الأخ محمد فهمي أو عن أي إنسان عمل معهم. كما ترون غرروا بأبنائنا القطريين وأرسلوهم للتجسس في الإمارات وأوقعوا بهم وتخلوا عنهم. قامت الكثير من القضايا التي يقوم بها النظام القطري، وفي نهاية الأمر لا يجدون من يسعف هؤلاء. في نهاية الأمر نحن يعني كمواطنين قطريين أو حتى كل من عمل مع النظام القطري، سواء قناة الجزيرة الذراع الإعلامي لدولة قطر، وهذه الوثيقة اللي عرفتيها الآن هذه يعني تثبت بأن قناة الجزيرة هي من الجهات السيادية في قطر، يعني معنى ذلك أنها جزء لا يتجزأ من السياسة القطرية. وهي لا تعبر عن الرأي والرأي الآخر. أنا بشكرك أستاذ خالد الهيل، وبعتذر لحضرتك لأن معي على هاتف السيد رئيس الوزراء المهندس محلب. مهندس محلب، مساء الخير يا فندم. مساء الخير يا أستاذ لمى. أهلا بيك، وأنا عارفة أن حضرتك في باريس. أولا، أخبار الزيارة إيه؟ والله الحمد لله لغاية الوقت الحمد لله الزيارة موفقة. حضرتك عارفة إحنا كانت في دعوة من السيد رئيس الوزراء لمتابعة الزيارة الناجحة جدا للسيد رئيس الجمهورية، وبرضو متابعة كل المشروعات اللي كنا اتكلمنا فيها في شرم الشيخ مع الشركات الفرنسية. طيب، طبعا سؤالنا الأهم الآن هو عن استقالة السيد وزير العدل. ماذا كانت ملابسات تلك الاستقالة؟ هل كانت استقالة أم إقالة يا معالي رئيس وزراء؟ لا يا حضرتك، هو أنا الصبح قبل سفري مباشرة التقيت بمعالي الوزير، ويعني طبعا كان هناك ردود أفعال سلبية للتصريح، ويعني تناقشنا في ذلك، وهو تفهم وتقدم باستقالته وقبلت الاستقالة احتراما للرأي العام. وطبعا حضرتك عارفة مبدأنا
يعني العداله الاجتماعيه والمساواه داخل الجهاز التنفيذي. فانا لما بنقول حاجه احنا بنبقى بنتكلم فيها عن يقين وعن ايمان، وبالتالي ما ينفعش ابدا يكون في مثل حتى لو كانت زله لسان حاجه تتعارض مع الراي العام. لكن يعني بصراحة هل يعني كان الموضوع أخذ نقاش منكم طويل؟ لأنه لا إطلاقا. بكل احترام معالي الوزير العدل تفهم الموقف، وطبعا هو كان متابع وقال أنا يعني إنها أنا شخصيا من رجل ابن فلاح ومن أسرة بسيطة وقدر لي أن أستكمل تعليمه، وأنا أحترم تماما يعني هذه كل الناس، ولكن يعني هذا هو الوضع وبالتالي تقدم استقالته. الأسماء المطروحة لسه فندم لسه حضرتك إن شاء الله فور العودة بإذن الله، وإن شاء الله يعني سيتم اتخاذ الله إن شاء الله. هل حضرتك كلفت المستشار إبراهيم الهنيدي أو مستشار عزت خميس بإدارة الوزارة؟ لسه ما اتصلتش بالمستشار عزت، أو يعني لكن هي إن شاء الله خلال ساعات سيتم بإذن الله فور العودة بإذن الله يوم الأربعاء سيتم اتخاذ اللازم. طب المستشار الهنيدي هل حركة تكلفه بإدارة الوزارة حتى يكون هناك وزير آخر؟ هو حضرتك القانون معروف، حضرتك في حالة غياب وزير الوزير الآخر محدد في عندنا في مجلس الوزراء هو الأقرب، هو اللي بيدير في هذه المرحلة، بتبقى يعني في مرحلة بسيطة في الأجازة أو في المرض لا قدر الله أو في خلو المكان. هل نحن أمام بصدد تعديل وزاري أوسع ولا فقط وزير العدل يا فندم؟ يعني لا، هو وزير العدل حتى الآن. هل كان في تدخل من الرئاسة بشأن استقالة وزير العدل؟ يعني حضرتك دي حضرتك احنا كلنا بنشتغل في رؤية، ودولة المؤسسات بتأخذ القرار التنفيذي وبيرفع طبعا، لكن حضرتك كل المناقشات كانت معايا مع السيد وزير العدل. انا بشكرك واتمنى لك رحله موفقه. مهندس ابراهيم محلب رئيس الوزراء من باريس معلقا على استقاله السيد وزير العدل. برجع تاني للموضوع، بس الاخبار دايما بتقاطعنا. الدوكيمنت اللي احنا عرضناها وكلام خالد الهيل، انت حاولت ان انت يكون معاك خالد الهيل على فكره الراي والراي الاخر، ولكن رفض ذلك. ازاي رفض؟ رفض ذلك بدون اي تبرير. مصطفى سواج هو اللي ماسك الدايركتور جنرال دلوقتي، هو اللي ماسك القناه يعني، رفضوا مدير عام القناه، مدير عام القناه استاذ خالد الهيل معارض وفي لندن، وهو قال طبعا انه ما فيش اي نوع من الديمقراطيه. فين الراي الاخر؟ ما هو قطر ما فيش فيها مظاهرات ولا اتحاد عمال ولا حريه صحافه، ده في صحفي. الراي الاخر دايما بتاع مصر، الراي الاخر. ما انا يعني انا حاولت انا حاولت في القناه، وهو عارف كده كويس خالد الهيل ومعارضين تانيين مش بس هو بيكلموني. في اللي هو الشاعر محمد العجمي اخد 15 سنه عشان قصيده، ممكن لو لقيت يمكن جمله واحده على الويب سايت، وبرضه حاولنا ان احنا نعمل حاجه عنه ما فيش. فهي المشكله ان ما فيش راي اخر ولا في اي حاجه. ده الوثيقه دي بقى دي بتبين، دي وثيقه مسربه بتاريخ 2014، يعني انا كنت لسه في السجن او لسه يعني ايه على وشك الخروج من السجن. والوثيقه دي جات لي لان انا ببحث عن البراءه، ودلوقتي ملفي هو ملف قطر والجزيره، ماليش حاجه غيرهم. يعني دلوقتي ملفك الاساسي هو قطر والجزيره، ماليش حاجه غيرهم. وهم سامعيني كويس دلوقتي، عارفين انا بتكلم في ايه. مصطفى سواج وصلاح نجم وقال أنستي، الثلاثة دول اللي هو مدير القناة الإنجليزي اللي هو دلوقتي بقى جزيرة أمريكا، من يومين فقط بقى مدير القناة جزيرة أمريكا، دول هم اللي عاملين المشاكل كلها. الراجل اللي الوثيقة دي طالعة من الديوان الأميري بتقول لك إنه الميزانية الدولة الجزء بتاع قناة الجزيرة كذا وبين سبورت كذا. الكلام حاجة يعني إنها والوثائق حاجة، ممولة من ميزانية، ليست بقى مستقلة ولا مستقلة ولا أي حاجة. معروف إنها الذراع الأساسي معروف للسياسة. ولكن الوثائق غير إن يبقى معروف، ما كل الناس تكتب إنها كده بس. ده والإيميل اللي على الشاشة ده برضو إيميل بيبين إنه اللي أنا بقول فيه يا جماعة إحنا ماشيين قانوني ولا إيه، مالكش دعوة، استمر أنت في المادة التحريرية وسيب لنا أنت الوضع القانوني. وبرضو إيميل تاني بيبين إنه
اهو انكوايري اباوت اي جي اي باكج رانينج اون مباشر. ليه الستوري او التقرير بيذاع على مباشر؟ طب معي على الهاتف الاستاذ الدكتور محمد حموده المحامي بالنقد. مساء الخير يا دكتور. مساء الخير يا لميس. يعني سمعتك النهارده في المؤتمر الصحفي والحقيقه ان انا لم اشعر انها مجرد قضيه كلاينت او قضيه يعني متهم انت تدافع عنه، لكن شعرت انك بتدافع عن قضيه اكبر من ذلك بكثير. لماذا قبلت واهتممت بقضيه محمد فهمي؟ لانها جزء حقيقي من الام مجتمعنا اللي حضرتك عانيت منه ان انا عانيت منه واللي المجتمع المصري كله بيعاني منه من تدخلات قناة الجزيرة وتوجهاتها على يد دولة قطر التي تقودها وتحركها من أجل تدمير المنطقة كلها، وجعل تلك المنطقة هي في يد تلك الدويلة الصغيرة من خلال تملك تلك الدويلة تلك الأموال التي جعلتها تصرف على قناة الجزيرة تلك المصاريف، بل بدأت باستغلال المصريين المساكين اللي زي محمد فهمي عشان قادر تلعب بيهم تضعهم في السجون تتسبب في كل البلاوي دي ليهم وعلى ايديهم يستغلوا ويتلاعب بهم من اجل تدمير المجتمع. طيب. وكفى قناة الجزيرة ما قد فعلت فينا، فهي بالنسبة لي يا متر. طب سؤال يا متر، يعني انت رفضت هذه القضية او يعني تحركت في قبولها في البداية، ايه التيرنينج بوينت؟ يعني ايه فين نقطة التحول اللي جعلتك تقبل هذه القضية؟ إن محمد فهمي لم أكن أعلم أنه لا يعلم أنه لم يأخذ تصريح. اعتقدت أن محمد فهمي زينا زي كل المصريين أن محمد فهمي راجل جابوه وقالوا له أنت هتلعب في الخفة وتعمل البرامج بتاعتك في الخفة وعشان كده هتختار مكان ماريو تبقى قاعد فيه زي ما احنا سمعنا كلنا وزي ما كان رؤيتنا كلنا. عندما علمت وتأكدت وتيقنت، لأن أهل الأسترالي برضو جم قالوا لي نفس الكلام. يعني والد ووالدة بيتر قولي عشان أعمل النقد وأنا رفضت برضو، فحكوا لي قالوا لي على فكرة لا بيتر ولا احنا كنا نعرف هذه المعلومة ولم نكن نعلم إن هم ما خدوش تراخيص. لما تأكدت لي إن محمد فهمي ما خدش تراخيص وإنه عقد العزم وبيت النية على إن هو يهاجمهم حتى يكسب ألعابهم ويتجه إلى اتجاه حقيقي حيالهم، وجدت ان هنالك واجب وطني علي تماما ان اشترك في هذا من اجل وطني ومن اجل كشف الحقيقه عن قناه الجزيره امام العالم كله. واعتقد ان احنا ان الخطوه دي كنت انا حضرتك ناقشنا مع حضرتك فيها وقلت يجب ان يكون هناك قضايا دوليه ضد قناه الجزيره تكشف حقيقه تلاعبها وتحرضها على المجتمع المصري. احنا دلوقتي قدام قضيتين، قدام قضيه محمد فهمي المتهم امام القضاء المصري بانه بقى مشارك في جماعه الاخوان وما الى ذلك والفبركه وكذا، والقضيه الاخرى وهي القضيه الدوليه في كندا. اولا يعني طبعا مش عايز اتكلم على قضيه امام القضاء المصري ونحن نحترم القضاء والقضاء، خليني اتكلم على القضيه الدوليه. تصورك ليها ايه انها امام القضاء الكندي؟ هل فكره الاهمال والتهم الموجهه لقناه الجزيره يمكن اثباتها واثبات جرم الجزيره؟ تصورك ليها ايه القضيه يا دكتور؟ يا فندم الايميلات اللي وارده من محمد اليهم، وارده منهم الى محمد في البدايه واللي اطلعني عليها محمد مؤخرا، تجعلني اقطع واجزم انهم فعلا تلاعبوا عليه وضحكوا عليه وقالوا له ان هو ان في تراخيص وان الاوراق سليمه وتسببوا في كل المشاكل دي. ادي واحده. اثنين، اهمالهم في البحث عن محامي ليه والدفع المال للمحامي وكان بيجري وراهم وهو جوه السجن عشان يسالوا فيه ما حدش بيسال فيه. ثلاثه، عدم عمل اي كفر ليه او السماح ليه باجراء اي حديث او اي حاجه من جوه السجن وتلاعبوا معاه وما سالوش عليه وما كل الكلام ده حضرتك. أليس هذا كافي؟ مش كده وبس. أربعة، استمرارهم في الكذب عليه بأن هو واخد تصريح وأن الحكومة المصرية هي المسؤولة وأن ما تخافش وإحنا هنساندك دوليا وهنعمل إلى أن اكتشف الطريق المصادفة المطلقة أنهم معهمش ترخيص، من خلال الجوابات اللي وصلت من الجهات أن الجزيرة إنجليش والجزيرة الجزيرة مباشرة واقفة والجزيرة إنجليش ما خدتش ترخيص. وبالتالي كل هذا يجعلني مع مدة 400 يوم هو قضاها في السجن مع ما قد تلقى الاعباء النفسيه انه كان معرض ان ياخذ مؤبد او اعدام، كون واحد يقعد 350 يوم في السجن عنده خوف من انه هياخذ مؤبد او اعدام، ده في حد ذاته وهو لم يرتكب اي جرم، والذي اجرم
فريق قاعد بره بحريته وفاكر ان بفلوس بيشتري الدنيا كلها. هذا الكلام لا اعتقد ان هناك قاضي في المجتمع الغربي سيرفضه على الاطلاق. سنستطيع ان نثبت ونؤكد على تلاعب قناة الجزيرة حياله. سنستطيع بإذن الله عز وجل أن نكسب تلك القضية وتكون أول الأولى للاختراق لهذا ولكشف حقيقته كما قلت النهاردة للمجتمع الغربي كله. انظروا ماذا يفعلون. سنجعل المجتمع الغربي ينظر ماذا يفعلون وسننتصر ابتداء وانتهاء إن شاء الله. محمد عايز يعني يتوسط. تفضل يا محمد. طبعا مصطفى سواج اللي هو مسمي نفسه مدير في القناة ده طالع من يومين على المنتدى الإعلامي التاسع بتاع الدوحة. طبعا الخط الأمامي الشرابي والمطاريد بتوع مصر الإخوان وعبد الكريم بالحاج بتاع ليبيا جايب لي كل العصابة وطالع يقول لك في 100 صحفي في سجون مصر. طبعا أنا ضغطي اترفع يوميها. 100 صحفي ايه؟ هو اي حد هم اصل الجزيره فاكرين انه اي حد ماسك ايباد وموبايل ممسوك في مظاهره يبقى صحفي. هم اذا كان كوميتي تو بروتكت جورنالست لجنه لحمايه الصحفيين قايلين 12 وانا لما كنت في السجن بنفسي عارف في 9 أو 8 من النقابه وفي بعض الصحفيين التانيين فعلا صحفيين ولكن هم بيتخيلوا انه اي صحفي واحد مثلا ممسوك كان بيبعت ماده لقناه هم ده شغلهم هو ده اللي دي المشكله اللي هم بيعملوها من ورانا ومن ورايا انا ومن ورا باهر ومن ورا بيتر انهم بياخدوا ماده من ناس ليسوا صحفيين ولما يتمسكوا جوه سواء بقى الجزيره او يقول لك لا ده صحفي عشان كده هو يقول لك 100 فهو طالع لي بقى بيقول لي بيتكلم هو يعني مثلا مشكله القناه دلوقتي المديرين بتوع الجزيره هم حاسين ان هم يعني الصحفي ده ماسنجر مراسل ليس مغير للديمقراطية ما هواش سياسي عشان كده المؤتمر بتاعنا النهاردة كان اسمه journalism is not political activism. الصحافة ليست يعني نشاطا ليست نشاطا سياسيا. طيب دكتور حمودة قبل ما نختم هذه المداخلة هل ستساعد محمد في استعادة الجنسية المصرية؟ سأبحل المستحيل من خلال القضاء الإداري ومن خلال القنوات الرسمية والقنوات القضائية من أجل أن أعيد إليه جنسيته الذي فقدها نتيجة إحساسه بالقهر ورغبته في أن يخرج من السجون بأي صورة من الصور وإنه كان في حالة إكراه معنوي واضحة. لذا سأحاول المستحيل من أجله إيمانا بقضيته وإيمانا بكشف الحقائق كاملة أمام المجتمع الدولي عن حقيقة تلك القناة التي أساءت إلى مجتمعنا إلى مجتمع وطني الأصغر مصر ووطني الأكبر الوطن العربي. وشكرا جزيلا على أشكرك شكرا جزيلا يا دكتور على هذه المداخلة دكتور محمد حمودة المحامي بالنقد. خطوتك الجاية إيه؟ طبعا أنا عايز أقول بس إن القناة أول حاجة هتعملها في الجزيرة هتطلع إشاعات من هنا للصبح ده أكيد ده يعني أكيد. إحنا هنبتدي بقى نشتغل على طول هيقول لك شغال مع الحكومة المصرية هم ابتدوا أصلا طلعوا ستيتمنت من فترة للسي إن إن وسكاي والجماعة هناك في السي إن إن وسكاي دول أصدقائي فبعتوا لي الستيتمنتس إن هو تحت تأثير الحكومة المصرية مش أنا بقى أؤكد إن كل حاجة بعملها استقلالية التنظيم المؤتمر إنه في إن أنا اسمي لن أسمح إن أنا أتحط في كدر إنه أنا تابع لدولة معينة أو فكر دولة معينة. أنا مش عايز أمشي من مصر وعايز أطالب وأناشد الرئيس السيسي إنه يرجع لي الجنسية المصرية لأنه هو يعلم أن أسرتي فيها ناس دفعوا عن البلد دي وحاربوا عن البلد دي وإنه أنا بورسعيدي من عيلة أصيلة جدا وما ينفعش إن أنا أمشي من مصر بالأسلوب ده وأنا مش همشي من مصر بالأسلوب ده. أنا خلاص فكرة إن أنا لازم عايز الجنسية المصرية ترجع لي تاني دي أهم حاجة بالنسبة لي في الوقت الحالي وأنا متأكد إن أنا القضية بتاعت كندا دي هكسبها وهيجوا يقولوا لي أرجوك تنازل عنها لن أتنازل معايا محامي وحش ومحامين الكنديين جامدين والمحامين اللي في المحكمة التانية اللي عشان أبرأ نفسي برضو جامدين فلازم ان انا ابرأ نفسي. خليني بس كمان بعض في يعني محمد دافع عنه عدد من يعني المفكرين الاستاذ عمرو موسى كتب له اعتقد كان في حاجات بالشهر العقاري موثقه دكتور فاروق الباز في عدد كبير من يعني الناس يعني السياسيين والاعلام دافعوا عن محمد فهمي وكانت طبعا هناك شهاده للمهندس نجيب ساويرس داخل المحكمه نسمع جزء من هذه الشهادة ماذا قال نجيب ساويرس عن محمد فهمي. نجيب مرسي
لا معلومات عن الواقع حل التأكل والراحة كده عشان يجب ونجيب في الكتب عامل قضية من الجرائد إن قناة الجزيرة من أيام ما كان يعمل في قناة السي إن وإن هذه القناة كانت تعمل حديث متعددة وكانت بتشتغل من فندق انترك كونتيننتا وكنت بلتقي معاه كثيرا وفي أثناء الأحاديث التي كانت تجرى معي كنا نتبادل وكما كنت التقي ايضا في اماكن عامه وكنت بلتقي معه في اماكن عامه كثيره جدا يعني استطيع ان اجي ان انا يعني أنا استطيع ان احكم عليك استطيع وانني استطيع ان اكذب لانني استطيع ان اقرر راي شخصي في بالأقرب رأي شخصي فيه محمد محمود فاضل فهمي يندم إلى الإخوان المسلمين هذا ما قصدته بالملاحظات السابقة أستطيع أن أجزم بأن محمد فهمي لا يمكن أن ينتمي لجماعة الإخوان المسلمين وذلك بناء على أنه يقوم بنشر الموضوعات العامة مناقشات عامة وعلى حد علمي أنه اشترك في ثورة 25 وأيضا نزل في مقابل 30 يونيو في مقابل الرسمي هذا التنظيم. وين؟ أيضا نزل في 30 يونيو. وين نزل في 30 يونيو؟ قبل الرسمي التنظيم. يونيو. قبل إيه؟ قبل الخلاص من هذا التنظيم يعني. قبل الخلاص من هذا التنظيم. بأن الجزيرة مباشرة في مصر تخلت عن المهنية وأصبحت إنها قناة تحرير. المهندس نجيب ساويرس يشهد معك في المحكمة. استاذ نجيب ساويرس ده اخ كبير ليا وراجل يعني لورد مفيش زيه بصراحه. هو انا علاقتي بالاستاذ نجيب من زمان من 2006 بعد حرب العراق، كنت كاتب كتاب عن الحرب وكنا بنحاول انا وصديقي محمد حفظي واستاذ ساويرس نعمله فيلم بره ولم يحدث الفيلم، ولكن برضو علاقتي لما كنت في CNN استضافته اكتر من مره. هو عارف ان انا وجودي في المحكمه كان جاي يعني، او غير ان هو بيقول لك الراجل ده مش اخواني وانا اعرفه وبثق فيه، هو وجوده كان مهم جدا كمالك لقناه تلفزيونيه، لان احنا من بدايه المحكمه وطلبنا من القاضي الجليل ناجي شحاته ان احنا نجيب شخص مستقل من جامعه او من هيئه يعني يفند الفيديوهات دي، ورفض القاضي. فوجوده كان مهم ان القاضي ساله اسئله كتير جدا، من المسؤول عن التراخيص؟ هل هي الصحفي ام القناه؟ من مسؤول عن تراخيص العمل في الشارع وتراخيص الكاميرات؟ وهو قال هنا قناة الجزيرة مباشر قناة محرضة وغير مقبولة، وانه المعروف عن القناة الانجليزية انها قناة عندها مصداقية، ولكن طبعا حدث ما حدث. انا معي عشان الوقت بس معي اتصال هاتفي اخير من الاستاذ نادر جوهر. مساء الخير يا استاذ نادر.
مساء النور. اهلا بيك. يعني ترى يعني حضرتك طبعا يعني صاحب شركه بتقدم مجموعه من الخدمات الفنيه والاعلاميه لعدد كبير من المحطات، يعني ايه تعرف ايه عن محمد فهمي وعلاقته بالجزيره وما الى ذلك؟ الحقيقه يعني انا في رايي الاستاذ محمد فهمي ظلم ثلاث مرات. يعني الظلم انا نفسي بحس بمراره شديده، اكيد هو بيحس بمراره قدها 100 مره. هو صح، هو اضطراره للتالي عن جنسيته، لان الجنسيه هي الحياه، لما ياخد جنسيتك يعني بياخد حياتك طبعا، واعتقد ده امر لازم يصلح. الظلم الثاني اللي انا شفته في محمد فهمي ان هو اشتغل في الجزيره الانجليزيه التي هي لا تخاطب العالم العربي ولكن تخاطب الراي العام العالمي الاجنبي، وبالتالي هي قد تكون اكثر القنوات الجزيره المختلفه مهنيه، لكن للاسف هو من ورا ظهره وهو شغال في مصر. انا بياخد تقارير ويتويوها في كوباتي ويغيروا الكلام اللي هو اتكلم، او ياخدوا صور ملوش دعوه ويذيعوها في القنوات العربي ومباشر مصر. فده كان بيعتبر خيانه للامانه بالنسبه لشغله هو، لان دي كانت بتحصل وهو مش دريان ومش عارف. الحاجه الثالثه كمان ان محمد فهمي المحكمه، لان الجزيره لم تقم بدورها. يعني مع ان المحامين المتخصصين في درجه التقاضي واجبرته على محامين معين ورفضت تدفع المحامين اللي هو اختاره، من حقه يختار محاميه، ما دفعت لهمش الفلوس. وانا اعتقد ان القضيه دي كانت فخ نصب لمصر بالظبط، وعشان الصور دي تذاع في العالم كله ان مصر تكمم الافواه وان كذا، ان دي كانت فخ واستغلتها الجزيره. وهم طبعا اتوقع ان هم ما كانوش بيتمنوا ان هو ياخد 7 سنين، كان ياخد اعدام بالظبط. لو كان خد اعدام كانوا كسبوا بالظبط، فكانت بيعملوا ضد القضيه علشان يتحكم عليه باقصى حكم. وللاسف احنا وقعنا فيها في مصر، كان لازم ننهي الموضوع ده من بدري. ده حقيقي. الأضرار مصر صنفت الدوله رقم 2 خطر، اكثر خطرا على حريه الصحافه الصحفيين الاجانب اللي في مصر، يعني تبع سوريا اللي فيها حرب وقبل العراق اللي فيها داعش بسبب القضيه دي. يا ريت الموضوع يتصلح ينتهي. اما يعني قناه الجزيره يعني ناس كتير تعاملوا معاها من ناحيه تجاريه قد يكون مجزي، لكن بيقف امامها هم الوطن وهم ان احنا مصريين ومهنيين. يعني الجزيره زمان للاسف يعني كان بيتعامل معاها، ما كانت متمسكه بالقيم والمقاييس الصحفيه الانجلو ساكسونيه اللي هي قيم الصحافه العالميه، لكن هذا الزمن ضاع وراح وكلنا مع تغير الاداره في الجزيره، وكلنا اشتغلنا في الجزيره في فتره ما يعني طبعا. القيم اللي تعاملناها مش موجوده، هم ابتعدوا بشكل كبير عن الحياد اللي يجب ان نتوفر في تغطيه اي خبر. الجزيره تقود معركه سياسيه وليست صحفيه ولا مهنيه، وفي رايي ان البعد القومي العربي اللي تشدقت بيه منذ تاسيسها ما هوش تعيين شويه صحفيين من دول مختلفه صحيح. عربيه لا، ده يجب ان يكون خدمه اعلاميه متميزه تساعد المواطن العربي في تحقيق راي صحيح. عام متوازن، ليس جزءا من سياسه حكوميه لها مخطط عدواني صح. يعني الموضوع أنا بشكرك. صعب جدا. نعم انا بشكرك شكرا جزيلا على هذه الشهاده، لانها شهاده يعني من حد مهني الحقيقه، استاذ نادر جوهر اللي يعني قدم خدمات مهنيه وفنيه واعلاميه لكثير من المحطات، كلنا اشتغلنا معاه. يعني سؤال مهم جدا جالي على التويتر، يعني اذا كنت انت حاسس انه غرر بيك واستخدمت من الجزيره، امال الشباب وانت رجل متعلم وانت رجل مثقف وانت رجل اشتغلت وسافرت، طب الشباب اللي هو الغلبان بقى اللي مش متعلم ومش مثقف، ما ده ممكن يغرر بيه 100 مره. فيعني في احساس كده انه يعني كان لازم انت يا محمد طبعًا. تكون اكثر درايه، كان لازم انت تكون اكثر وعيا، كان لازم انت تكون اكثر فهما لمخططات هذه المحطه. ممكن أنا أكون قد أخطأت في التقدير، ولكن أصر أنه ما ينفعش أنه أنا أتحط في محكمة ويتقال أن أنا فبركت تقارير وأنا ما فبركتش تقارير. أنت عايز تعاقب قناة، تعاقب القناة، وده اللي أنا بعمله دلوقتي. أنا بصح اللي حصل، أنه هم القناة هم لازم يتعاقبوا مش أنا، لأن أنا لم أساند إرهابي كشخصي. أنا محمد فهمي لم أساند الإخوان، لم أفبرك أخبار، ولم أشتغل بدون تصريح. ده شو مشكلتهم هم. ولكن أيضا أنه فعلا حتى الناس اللي في السجون اللي هم يستغلوا العقيدة بتاعته، هو شاب عنده 20 سنة ما
ما يعرفش، هو شاب متحمس وبكره هوقع الداخليه وبكره هشيل مش عارف ايه بكره اعمل ايه، فهم بيستغلوا النقطه دي وبيدفعوا فلوس وبياخد الماده منه وبيستعملها. وحتى الشباب دول برضو مغرر بيهم، وهم دلوقتي في منهم خرجوا من السجون وابتدوا يحسوا ايه اللي حصل، ان هم استغلوا بطريقه غير مقبوله. ايه خطوتك اولا؟ عندك امل ان شاء الله القضيه تنتهي الى براءه؟ أنا عندي أمل القضية تنتهي ببراءة. أعتقد أن القاضي ابتدى يقتنع أنه القناة هي المسؤولة عن بعض الكثير من الأخطاء اللي حصلت، وده لأن أنا ابتديت أتكلم ضد القناة بس يعني بعد اكتشافي ماذا كان يفعله وأنا في السجن. يعني كان قبل كده أنت بتلاقي أخطاء وبتعتقد أنه القناة هتصححها، ولكن ما شفته داخل السجون والمقابلات مع العديد من الإخوان انهم كانوا بيشتغلوا مع الجزيره فعلا، او ما بره يقول لك دلوقتي النهارده كنت بعمل مقابله مع تلفزيون كندي وتلفزيونات امريكانيه بيقول لي احنا طب هل كده انت موافق على الحكومه المصريه بتقول يعني؟ قلت لهم لا، هو اللي بيحصل بالظبط ان الحكومه المصريه كانت بتعاقب الجزيره وقطر، ولكن انا ظلمت انا وزملائي بيتر وباهر، ولكن حان الوقت للمحاكمة الحقيقية، وهي محاكمة قناة الجزيرة دوليا التي اكتشفت أنها ذراع لجماعة الإخوان، أنها يعني لها أهداف سياسية وليس لها أهداف دوليا. ولكن أيضا يا مدام لميس، إحنا ما ينفعش ندي لأي حد الفرصة أنه يتهكم علينا. يعني امبارح أنا كنت مع مسؤول كبير في قناة أمريكية وروبرت فيس كان موجودين، وناس كتير ابتدوا يقول لك إحنا فهمنا اللي حصل في مصر غلط. وانا كتبت في نيويورك تايمز وبكتب بره كتير وذكرت انه ما حدث، انا مع الديمقراطيه، ولكن ما حدث هو استئصال لسرطان اسمه الاخوان المسلمين، السرطان السياسي. ولو كنا عدنا في المريض ده 4 سنين نديله ادويه كان وصلنا لعراق وسوريا وليبيا. وده كلام مش اللي هو بيتقال، لا ده حقيقي، ان انا رحت الاماكن دي وعارف وكان واضح ان رايحين فين. انا كنت طالع على السي اي ان بقول لهم علم القاعده يرفرف على السفاره الامريكيه، السفارة الإسرائيلية يتم حازم أبو إسماعيل عامل حصار مش عارف إيه، وهم داخل السجون أصلا دلوقتي. وضحت الصحفيين الأجانب برضو كتير منهم مش عارفين إيه الصلة بين الإخوان والجهادين. هو مرسي بعد لما ابتدي يحس إنه هيحصل إنه هيتشال لجأ بقى للظواهر والجماعة، أنتوا يعني قال لهم يا جماعة ابتدى يعمل حرس ثوري في الصعيد، أنت مش جايبها دي فيرست هاند، أنا جايبها من جوه. الظواهري والناس قالوا له انت لازم تطبق يعني الشرع في الحكم، قال لهم طيب مش دلوقتي بعدين، وقفوا معايا دلوقتي، وهكذا اصبحت كانت احنا كنا متجهين الى دمار. فلما يجي الغرب يقول لك انت الديمقراطيه والانقلاب فلازم يكون في موضوعيه، هم ابتدوا يفهموا كده. ولكن ايضا موضوع حريه الصحافه ده موضوع كبير جدا، انه الصحفي يعني انا مش بقول كده لان انا بس في القضيه دي، فعلا حبس الصحفي ده مشكله كبيره جدا، لان انت ماسنجر مراسل فقط. انا بشكرك شكرا جزيلا محمد فهمي، يعني قضيه كبيره، محمد قرر ان تكون قضيته ليست فقط هي براءته امام المحكمه المصريه، ولكن ان تكون قضيته هي قضيه قناه الجزيره وقطر وما فعلته به قناه الجزيره، حيث وضعته في هذا المكان بان اتهم بتلفيق وفبركه وانه يعمل بدون ترخيص، رغم ان دي مش مسؤوليته، هي مسؤوليه القناه. محمد هل تحب تقول كلمه اخيره؟ الكلمة الأخيرة أنه أنا أناشد الرئيس السيسي مرة أخرى، وأنا يعني أريد استعادة الجنسية المصرية بدون أن أقدم وأستنى وأقعد في المحاكم، لأنه دي حاجة مهمة جدا بالنسبة لي، حاجة رمزية يعني من جوة. أنا هرتاح نفسيا لو معايا الباسبور الاخضر تاني، فحد يجيبه لي بقى. انا بشكرك ولازم احيي زوجتك العزيزه مروه، يعني فتاه وسيده الحقيقه دافعت عن قضيتك طول الوقت، طول ما انت كنت بره هي كانت بتدافع عن قضيتك، فلازم نحيي برضو دور المراه في هذا الامر. بشكرك محمد فهمي الصحفي المخلى سبيله في قضيه خليه الماريوت. الحقيقه انه قضيه الجزيره قلنا كذا مره في هذا المكان، ليس دفاعا عن فهمي او عن بيتر جراتسي او حتى
حتى عن الصحفيين أو الصحافة، ولكن هذه القضية استغلت من قناة الجزيرة لصالح أهداف ضد حرية الصحافة في مصر، استغلت بشكل عظيم جدا. كل هذه الصور اللي كانت بتنشر عن تكميم الأفواه، كل هذه المشاهد اللي كانت بتنشر كانت فقط استغلال واضح جدا من قناة الجزيرة. علينا يعني نتمنى أن تنتهي هذه القضية بسلام. خبر سعيد نحب نقوله لضيفنا السائق التاكسي نعيم فكري اللي كان ضيفنا من شوية، أنه اتصل بنا منذ قليل أستاذ مصطفى زمزم متحدث باسم جمعية الأورمان، وأبلغنا بتبرع كريم لرجل أعمال لم يرد أن يفصح عن اسمه ب100,000 جنيه لنعيم فكري، وهنوصله الشيك. الشيك ده هيوصله من جمعية الأورمان، وإحنا هنكون حاضرين هذا الإيصال وهنصوره. ده أقل شيء ممكن حد يديه لرجل راجل مصري قدر يقف أمام الإرهاب ويبلغ عن إرهابيين، هم دول المصريين. بشكركم شكرا جزيلا، نتقابل بكرة بإذن الله، وهذه لميس الحديد تحييكم، صباح الخير.